أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بنبتدئ بإذن الله الـ CNS الـ Sensory Lecture 3، وعليه إحنا كعادتنا هنبتدئ بالـ Multiple Choice Questions. فالـ الامتحان ده طلبنا منك عشان انك انت تختار الـ incorrect answer كل واحدة، وطبعا فكرة امتحان بهذا الشكل انه كأن السؤال بيحتوي 3 اجابات صح واحدة خطأ، يبقى كأنه 3 اسئلة مع بعض، فده ربما بيبقى أفيد. وعلى حصة كانت يعني ومحاضرة كانت فيها معلومات كتير. فالـ sensitization of synapses occurs when nuclear stimuli accompanied benign stimulus. طبعا الإجابة صح، ده في البري. في البوست بيدي augmented prolonged response، ده صح. explained بالpre synaptic facilitation، صح. إنما هو بيexplain the immediate memory، لا بيexplain the short term memory مش immediate. وعليه تبقى دي هي الإجابة الخطأ، هي المطلوبة D for daddy. السؤال الثاني long term potentiation occurs in hippocampus، صح. الامبا ريسبتور اذا كالسيوم ايونوتروبيك ريسبتور، لا هو صوديوم، النمدة هي اللي كالسيوم، انما دي صوديوم ايونوتروبيك ريسبتور. عليه دي الاجابة المطلوبة ان دي الخطأ. طبعا الجلوتاميت is an excitatory chemical transmitter، طبعا في 2 تملي بنشوفهم excitatory، جلوتاميت واسبارتيت، جلوتاميت واسبارتيت، و2 تملي انهبيتوري، الجابا جمع مينوبيتريك اسيد اند جلايسين. دي اسئله مهمه جدا. البوست سينابتيك نيرون بيطلع كيميكال ترانسميتر، بيطلع كيميكال يقوي البري، والبري يقوي البوست، قلناها اللي هو النيتريك اوكسايد. السؤال الثالث وعليه الإجابة الصحيحة هنا 2 B for baby. In occlusion the two afferents are not closed، لا هم closed. Receive submaximal stimuli، لا هم receiving maximal stimuli. Overlap في discharge fringe، في subliminal fringe، لا هم overlap in discharge zone. وعليه الثلاث إجابات غلط، وعليه تختار all of the above، كلهم غلط. يبقى الإجابة الصحيحة دي for daddy. Regarding neuronal pool it's a collection of neurons with the same functions، صح. Convergence be explains a temporal summation، دي غلط. هو بي explain ال spatial أو space summation، يبقى بيها الغلط. إنما divergence explains amplification، صح. The two neurons may overlap in their excitation fields، دي برضو صح، لأنه إحنا الأساس إن النيرونز جوه CNS تأوفرلاب مع بعض في الإكسيتيشن فيلدز بتاعتهم. وعليه الإجابة الخطأ هنا هتبقى B for baby. Regarding Renshaw cell inhibition بيبقى فيه في أي inhibition two chemical transmitter، one excitatory والتاني inhibitory. فقال هنا في one chemical transmitter is an excitatory chemical transmitter، طبعا صح. Important for sharpness of motor activity، صح، لأنها موجودة في anterior horn اللي فيها anterior horn cells اللي هي motor neurons. الـ excitatory chemical transmitter هو الجلوتاميت، دي اللي غلط. هو طبعا الأسيتايلكولين، قلت دي كانت قصة اكتشاف الأسيتايلكولين inside the central nervous system. الأسيتايلكولين خدوا فيه جائزة نوبل، كانوا شافوه أول ما شافوه في الأوتونوميك وفي السوماتيك بره في البريفرال نيرفوس سيستم. أول واحد يقول إنه موجود كمان في السنترال نيرفوس سيستم كان رينشو عند الرينشو سيلز. هل الرينشو سيلز آر كونسيدر إنهيبيتوري إنتر نيرونز؟ إجابة صحيحة. وعليه تبقى الإجابة الخطأ إن هو مش الإكسيتاتري ترانسميتر، ما هوش الجلوتاميت، إنما هو الأسيتايلكولين. سي فور كات. يبقى عندنا 1 دي فور دادي، 2 بي فور بيبي، 3 دي فور دادي، 4 بي فور بيبي، 5 سي فور كات. والانسرز مكتوبة عندك تحت،
ودلوقتي اصبح الامتحان جزء اصيل من المحاضره من الفيديو، تحاول تراجعه. وزي ما بقول يا شباب يعني ما تبصش على الاجابات تحت، يعني حتى ثبت صوره وحاول تحل، بس انا حطها لك عشان يبقى كل حاجه مظبوطه. هعيد تاني اقول ان الامتحان اهم من المحاضره، وده اللي بنعمله هنا، بنتملي بنبتدي بالمالتيبل تشويس على المحاضره السابقه اللي هو بنسميه الفيدباك، لان انت يهمك هتعمل ايه في الامتحان مش سمعت ايه في المحاضره. اللي بيقول لنا انت استوعبت قد ايه هو الامتحان، وبنقي لك الاسئله الاكثر صعوبه عشان نناقشها مع بعض. 2، حضرتك تجيب كده كشكول او ورقه جنبك تحتفظ بيها، كل امتحان تسجل انت خدت كام، كل امتحان تسجل انت خدت كام، يعني متابعه ذاتيه عشان تعرف انت بتتقدم ولا بتتاخر، بتذاكر كويس ولا بتذاكر غلط. من فضلك النصائح دي مهمه جدا فخد بالك منها. طيب نتوقع الله نبتدئ المحاضره الثالثه، وكان فاضل لنا في النيورونال بول خاصيه ما قلناهاش من الخصائص اللي هو الاكتيفيشن سيركتس او الافتر ديسشارج. الاكتيفيشن سيركتس او الافتر ديسشارج، ودي بتيجي سؤال نظري مهم لوحده، يعني ايه افتر ديسشارج؟ مفروض لو انا عملت ستيميليشن ل الانبوت نيرون، ده الانبوت نيرون وده الاوتبوت نيرون اهو، ده الانبوت. لما استيميليت الانبوت مفروض الاوتبوت يبعت امبلس، استيميليت الانبوت الاوتبوت يبعت امبلس. طب لو توقفت على الاستيميليشن ذا انبوت، المنطق يقول ان الاوتبوت يتوقف، ولكن هذا لا يحدث. لما وقف الاستيميليشن اوف ذا انبوت، الاوتبوت كونتينيوس تو ديسشارج، continues to discharge after stoppage of stimulation of the input. هو ده after discharge. يبقى ان الاوتبوت continues to discharge after stoppage of stimulation of the input. انا بقول ان احنا بنعتمد في التذكر في الحياه مش في المحاضرات دي بس على السمع، وانا باخد الحكايه دي وبركز عليها، وبقول دائما ابدا كنت للمعيدين ان الالقاء فن، يعني وضوح الالفاظ، ان اللغه تبقى يعني اولموست سليمه، الواحد ما يقدرش يركز 100% في المعنى وفي نفس الوقت في الاعراب، لكن ما تبقاش حاجه يعني فضيحه. طريقه الالقاء كمان مهم، يعني انا هفهمك ليه سموها افتر ديسشارج، فانا هنطق الجمله بطريقه معينه تفهمك ليه الخاصيه سميت افتر ديسشارج. ليه؟ Because the output neuron continues to have هنا. The output neuron continues to ايه؟ To discharge after. To discharge after stoppage of stimulation of the input. عشان كده سموها after discharge. Because the output continues to ايه؟ To discharge after stoppage of stimulation of the input. يبقى the output continues to discharge after stoppage of stimulation of the input. عشان كده سموها after discharge. نعود بقى شباب تاني. يبقى definition the output neuron continues to، شوف حتى يعني نطقتها لك بطريقة معينة وكتبتها لك بنفس الطريقة تذكرك انا بقولها ازاي انت تفتكرها. ليه سموها after discharge؟ because the output neuron continues to ايه؟ اهي بقى كلمة مهمة، to discharge after، عشان كده سميناها after discharge. stoppage and stimulation of the input. زي ما بقول السمع بنعتمد عليه في التذكر والإلقاء فن. ميكانيزمز، عندي 3 ميكانيزمز explain this phenomenon. الظاهرة دي في 3 حاجات بتفسرها. أول واحدة خدناها قبل كده اللي هي السينابتيك after discharge. ان انت لو اديت تينايزنج ستيمولاي للبري وبعدين وقفت، البوست هيكونتينيوز تو ديسشارج افتر، وسميناها بوست تيتانيك بوتنشيشن. راجع المحاضره الثانيه
اللي هي السينابتيك بلاستيستي. ده أول تفسير وأضعف التفسيرات. تفسير أقوى منه اللي هو البارليل ساكتس. حتى أنا هنا بتعمد يعني ما بلتزمش بالرسومات اللي في أمهات الكتب. أنا هنا بقى ما بكتوب بارليل ساكتس بحاول أرسمهم لك هندسيا بارليل أهم عشان تفهم لماذا سميت بارليل ساكتس. هنا الانبوت بيتصل بالاوتبوت بباراليل سيركتس اهو ثلاثة سيركتس. طبعا هم اكتر من ثلاثة في الحقيقة. خد بالك بقى الجملة المهمة جاية اهي. كل سيركت فيها ايه؟ different number of interneurons. بمعنى اول سيركت فيها one interneuron يبقى فيها كم سينابس؟ اثنين. ما احنا قلنا تملي السينابسز تزيد عن interneuron واحد. فلو فيها one interneuron يبقى فيها two سينابس. يبقى الاكشن بوتنشال اللي هيمشي هنا السينابس بنص ملي سكند هيوصل بعد واحد ملي سكند. طب تاني سيركت فيها تو انتر نيرونز وعليه فيها عد معايا يبقى كام سينابس؟ يزيد واحد يبقى ثلاثة سينابس اهم بالنقط السود. كل واحدة بنص يبقى الثلاثة ياخدوا واحد ونص. رابع ثالث بارل سيركت فيها ثلاثة انتر نيرونز وعليه فيها أربعة سينابس. الواحدة بنص يبقى هتوصل بعد 2 ملي سكند. يبقى إماجن أنا هدي استيمولس الإنبوت تمام؟ اللي مشي هنا وصل بعد واحد وهنا بعد واحد ونص وهنا بعد 2. يبقى أنا ديت استيمولس واحد إنبوت لكن الأوت بتعمل إيه؟ continues to discharge after stoppage of the stimulus. يبقى البارليل سيركتس فين الجمله المهمه اللي هتعلمها بالقلم الفلوريسنت الاصفر في المصدر اللي بتقرا منه؟ بتعتمد على حاجه واحده البارليل سيركتس the presence of اهي حاططها لك the presence of a different number of interneurons وعليه in turn different number of synapses. يعني البارليل سيركتس ليه انت بتعمل استيميليشن وتقف بس الاوتبوت يقعد يشتغل فتره لان هذا الاكشن بوتنشال بيسلك مسارات مختلفه بارلل متوازيه. كل مسار فيه ايه بقى؟ فين الجمله المهمه؟ اهي different number of interneurons وعليه different number of synapses. فاللي مر في 2 synapses يوصل بعد 1، اللي مر في 3 يوصل بعد 1.5، اللي مر في 4 يوصل بعد 2. يبقى انت اديت stimulus واحد input بس الاوتبوت continues to discharge after stoppage of the stimulus because of the presence of parallel circuits each contains different number of interneurons وعليه different number of synapses. ثالث واخر واهم تفسير اسمه reverberating او closed chain circuit. هنا reverberating معناها صدى، يعني عارف لما بنتكلم تدي صوت فيرد لك تاني صدى الصوت. دي سواي هتشوف الفكرة. ده بقى برغم ان هو ابسط واحد في فهمه لكنه الاهم في تفسير ظاهرة الافتر ديشارج او الاكتيفيتنج سيركتس. ان الاوتبوت امشي معايا بالليزر، الاوتبوت نيورون سينس كولاترال تو ري اكتيفيت اتسلف. تاني يبقى الاوتبوت نيرون بيدي كولاترال يستيميليت نفسه. طب نفكر، يبقى انا لما اعمل استيميشال انبوت هيطلع اكشن بوتنشال في الاوتبوت مش على طول. طب وفي نفس الوقت واحد تاني دخل في الكولاترال بنفس القوه، عارف ليه بنفس القوه؟ مش هيضعف لان الاكشن بوتنشال اوبيز اول اور نان لو. يبقى كل ما هدي ستيميلس في اكشن بوتنشال هيكمل في الاوتبوت واكشن بوتنشال يرجع في الكولاترال تو ريستيميليت الاوتبوت فيطلع اكشن بوتنشال. واحد يكمل والتاني يرجع تو ريستيميليت، واحد يكمل والتاني يرجع تو ريستيميليت. عشان كده بص سموها يعني كان واحد راح واحد رجع، يبقى زي صدى الصوت ريفربريتنج كلوزد تشين سيركت. كلوزد مقفوله اهي كلوزد تشين سيركت. يبقى ريفربريتنج سيركت اور كلوزد تشين سيركت. لطالب ذكي يقول لي ثيوريتيكالي عمرها ما هي واقفه لان في اكشن بوتنشال بيروح والتاني بيرجع بنفس القوه، يبقى تقف ليه؟
لا الحقيقه بتقف بطريقتين. ان انتقال الاكشن بوتنشال يحتاج الى كيميكال ترانسميتر. بعد شويه الكيميكال ترانسميتر دي هيحصل لها ايه؟ ديبليشن اكزوشن، هتنبض هتخلص فيقف الكلوز تشين سيركت. يبقى اول طريقه توقفها هو الفتيج، وطبعا الفتيج هيبقى اسرع depending على number of synapses، يبقى احتمال ان يخلص chemical transmitter اكتر. وهذا هو ما يحدث في ظاهرة wakefulness and sleep. يعني ما تسألتش انت انه يعني ليه احنا بنوع حالة تيقظ، ان انا الصبح بفتح عينيا اتلقى visual impulse او واحد يصحيني هيبقى auditory impulse او painful اصحى. في المخ المسؤول عن حالة استيقاظ في البرين ستيم سيستم اسمه، افتكروا معايا هنبقى هنقوله في الموتور مع السنترال نيرف سيستم، اسمه ريتيكولار، لانه بشكل ريتيكولار مش شبكه اكتيفيتنج، لانه بينشط المخ، ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، بسميه في اختصاره العالمي راس، حتى بقولها بعربياتنا عشان ما تنساهاش مع حيات. الراس هو اللي بيعمر الراس بالكهرباء، طول ما الراس شغال الراس شغال راسك صحية. طب ازاي؟ ان اول امبلس بيجي فيجوال او اوديتوري او بينفول بيعمل ريفربريتنج سيركتس. طول ما الريفربريتنج سيركت او كلوزد تشين سيركت شغاله يبقى في كهرباء، انت شغال بالكهرباء فانت متيقظ. لما يخلص الكيميكال ترانسميتر وتقف الكهرباء ننام. يبقى ده الميكانيزم اوف ويكفولنس اند سليب، الفتيج. طب في طريقه تانية لايقافه غير الفتيج، مين اللي هي الانهيبيتوري سيركتس، ان احنا ما نستناش لما يحصل فتيج احنا نوقف كلوز تشين سيركت، وده اللي شفناه في الريسبيريشن. كنا قلنا ان البيس ميكر اللي بيشغل التنفس كان حاجه اسمها ابنيوستيك سنتر. ابنيوستيك سنتر لو كنت فاكر الابنيوستيك سنتر ده، وكنت انا قلت ان الابنيوستيك سنتر ده بيشغل الانسبيراتوري سنتر على طول على طول على طول، بحيث لو سبته براحته هيعمل لك انسبيريشن على طول لحد ما النفس يقف. عشان كده سموه ابنيوستيك سنتر، انه بيوقف لو سبته براحته هيشغل النفس على طول على طول على طول لحد ما النفس يقف، ويتوفر الله يعمل لك ابنيا. عشان كده سموه ابنيوستيك سنتر. محدش سأل في ساعتها هو ايه اللي بيخلي الابنيوستيك سنتر يبعت كهرباء على طول على طول على طول على طول على طول، ونفسه يخلينا ناخد نفس على طول على طول لحد ما النفس يقف، ويتوفر الله، لان في جواه كلوزد تشين سيركت. هنا بقى مش هستنى لما الكيميكال ترانسميتر تخلص، لانها باي ذا تايم تخلص عشان استناها ما تخلص اكون انا مت من اسفيكسي، خلاص النفس واقف وقف ان يتوفر الله، فمش هنستنى دي. يبقى الابنيوستيك سيركت في جواه ريفربريتنج سيركت، تشغل مركز الشهيق، خليني اخد نفس لحد ما في الاخر يحصل لي يقف النفس ابنيا، ولو سابوني كده يتوفر الله. مش هنستنى بقى لما يخلص كيميكال ترانسميتر، احنا بنعمل انهيبيشن للكلوزد تشين سيركت دي. حتى قلنا الانهيبيشن جاي من فوق من النيوموتاكسيك او من تحت من الاستريتش ريسبتور عن طريق الفيجاس اللي هو الهيرينج بروور. يبقى يمكن ايقاف الكلوزد تشين سيركت دي بالانهيبيشن في حاله الريسبيريشن جاي من فوق من نيوموتاكسيك لو كان عندك ذاكره، او من تحت من الاستريتش ريسبتور هو الفيجاس سميناها هيرينج بروور ريفلكس. يبقى اهم تفسير للافتر ديسشارج هو الكلوزد تشين سيركت، الريفربريتنج سيركت. فاهم ليه سموها كلوز تشين؟ لانها مقفوله، تشين مقفوله او بتروح وترجع، ريفربريتنج. ثيوريتيكالي نظريا ما توقفش لانه الكهرباء عماله تلف، بنوقفها بطريقتين، بالفتيك لما يخلص الكيميكال ترانسميتر كما في ظاهره الويكفولنس اند سليب، او في حاله الابنيوستيك سنتر ما كناش بنستنى ما الكيميكال ترانسميتر يخلص، هو شغال على طول بكلوز تشين سيركت، بس احنا عاوزين نوقف النفس ونعمل زفير، بنوقفها ب
بانهبيتوري امبلس جالها من فوق من نيوموتاكسيك سنتر او من تحت من الستريتش ريفلكس والفيجاس والهيرنج بروفر. يو دونت هاف تو سي ذا اكزامبلز، بس انا زي ما بقول انا عاوز ناس فاهمه مش حافظه. يعني مش بنشرح في المطلق في الفراغ الكوني، بنشرح من الحياه. ده انا اقول لك حاجه لطيفه على الافتر ديسشارج، ان الاوتبوت نيرون كونتينيوز تو، فاكرها الاوتبوت نيرون كونتينيوز تو ايه؟ فاكر الكلمه بدل افتر ديسشارج ديسشارج افتر، the output neuron continues to discharge after stoppage of the stimulus. فبقول جملة لن تنساها، لولا الافتر ديسشارج ما كانت ظاهرة الصور المتحركة اللي هو السينما اللي هو ما نتمتع فيه مع بعض. انت شفتني بتحرك actually، ما فيش حركة في السينما. لو عارف الشريط بيطلع 24 صورة في الثانية في أوضاع مختلفة، كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده وبعدين كده، قبل ما الانطباع بالصورة الأولى يكون خلص، لأن الأوتبوت شغال بتكون جات الصورة الثانية. قبل ما الانطباع بالصورة الثانية يكون خلص لأن الأوتبوت شغال يكون جات الصورة الثالثة، فالانطباع بيبقى مستمر فبتشوف الصورة متحركة. فلولا الافتر ديسشارج ما كان الموشن بيكتشرز، ما كانت السينما، ما كانت الفيديو، ما كانت التمتع بالحياه ان احنا بنرى صورنا متحركه. انت حينما تراني اتحرك الان لما تبص لفيلم سينما تقول ما فيش حركه، ده هي صور متتاليه قبل ان يتوقف الانطباع بالصوره الاولى بسبب ظاهره الافتر ديسشارج. لسه الاوتبوت شغال بيكون جت الصوره الثانيه، جت الثالثه، جت الرابعه، جت الخامسه، فتشوف الصوره تبدو كانها بتتحرك، ما فيش حاجه بتتحرك. ثانك جاد ثانك جاد، لولا الافتر ديسشارج ما كان الموشن بيكتشرز، ما كانت السينما، ما كان الفيديو، ما كان التلفزيون اللي هم اهم متع في الحياه. ده كانت الظاهرة الأخيرة اللي هي الاكتيفيتنج سيركتس. نقولها تاني في عجالة، يبقى الاكتيفيتنج سيركت يا شباب، انتوا بقى تقولوا معايا فين الوقفة وفين الحتة اللي هتقولك ليه سموها افتر ديسشارج؟ بيكون دي اوتبوت نيرون كونتينيوس تو، قولها بقى معايا، ديسشارج افتر ستوبج اوف ذا ستيمولس. تفسر بكام حاجة، سينابتيك افتر ديسشارج اللي هو البوست تاني بوتنشيشن خدناها في سيناتيك بلاستيستي، ده بارالل سيركتس اللي بتعتمد على ايه فاكرها؟ different number of interneurons وعليه different number of synapses. النطق مهم جدا زي ما قولك عشان المخ ياخد معلومات كويس، النطق فن. وبعدين ثالث ظاهرة reverberating او closed chain circuit واللي هي theoretically لا تتوقف لكنها تتوقف لما يخلص ترانسميتر، يعني فتيج، كما في ظاهرة الويكفولنس اند سليب، او بانيبيتوري امبلس كما في ظاهرة النفس. ان الابنيوستيك مين اللي بيوقفه؟ جواه كلوز تشين سيركت، عاوزاه تشغل على طول، بيوقفه يا انيبيتوري امبلس من فوق من نيوموتاكسيك، يا انيبيتوري امبلس من تحت ستريتش ريسبتور فيجاس هيرينج بروفر. نبتدئ الجزء الثاني في موضوعنا وهو الريسبتورز. باي ديفينيشن، ما هو تعريف الريسبتور؟ specialized structure at the peripheral end of afferent. ثاني specialized structure عند نهاية الافرنت. ما عادش هيسألك حد في اللي شافه سؤال زي ده لأنه سؤال عبيط، يعني لو سألوه لك اعرف انه مش لاقي فيك فايدة. وحتى هذا اللي كثير من الزملاء وبكلم الزملاء عارف انهم بيسمعوني، ده تعريف مش صح 100%. في بعض انواع الريسبتورز في الجسم، بعض انواع الريسبتورز الزملاء يسمع والطلبه طبعا are not attached to the afferents. في ريسبتور مش ماسكه في الافرنس خالص، في كيميكال ترانسميتر بينقل الكهرباء. فحتى التعريف ده does not hold good 100%. معظم الريسبتورز attached للبريفرال اند اوف افرنس، مش كلهم. طيب نيجي الفانكشنز، وظائف الريسبتورز في بعض الكتب بيكتبوها ثلاثة، الحقيقة هم أربع وظائف للأوائل. أول حاجة إن الريسبتور بيديتكت التشينجز يا أوتسايد ذا بودي يا إنسايد ذا بودي، يعني
في تغيرات جوه الجسم، انك انت تحس بان الجلوكوز قل يبقى انت هتجوع، يبقى بيشتغلوا كديتكتورز لان هما بيديتكت التشينجز اوتسايد اور انسايد، وبعدين يحولوا هذا التشينج طاقه التغير الى كهرباء، يبقى هما ترانسدوسرز محول. ودي امثله الرودز والكونز بتوع العين بيحولوا الالكتروماجنتيك ويفز الى اكشن بوتنشلز، البريشر ريسبتور بيحولوا الميكانيكال انرجي لاكشن بوتنشلز، الكيميكال ريسبتور بيحولوا التغيرات الكيميائيه لاكشن بوتنشل. الجسم لا يتعامل سوى مع كهرباء، فلازم الريسبتور يحول طاقه المؤثر ايا كانت طاقه كهربائيه، يا سوري طاقه ميكانيكيه، طاقه حراريه، طاقه كيميائيه، طاقه ضوئيه، يحولها الى طاقه كهربائيه ترانسدوسرز. طب ثالث وظيفه انه بعد ما يحولها الكهرباء لازم الريسبتور السيجنال في الجسم عباره عن اكشن بوتنشال، يحول الكهرباء دي الى اكشن بوتنشال، يجنريت اكشن بوتنشال، اذا فهو جنريتور. يبقى بيديتكت التشينجز فهو ديتكتور، يحول الانرجي الى كهرباء فهو ترانسدوسر، يجنريت اكشن بوتنشال فهو جنريتور. ايه بقى الكمبريسور فانكشن؟ تاني، يمكن ان طاقة المؤثر تزيد خاصة في حاجة زي الصوت، لو عليت صوتي قوي قوي انا مش هعمل كده، طاقة صوتي ممكن تزيد ملايين المرات. طب حضرتك لازم تسمع صوتي اعلى كل ما علي، بس ما يقدرش النيرف يمرر ملايين الاكشن بوتنشلز في الثانية، لان في حاجة اسمها absolute refractory period، فترة عدم استجابة، لازم تخلص قبل ما اطلع السكند اكشن بوتنشل. لو استعجلت وطلعت سكن الاكشن بوتنشال على بعض، الثاني هيقع في الابسولوت ريفاكتور بيرو بتاع الاول فما يطلعش. فممكن المؤثر يزيد ملايين المرات، عشان احس المؤثر اقوى لازم ابعت عدد اكتر من الاكشن بوتنشلز، بس لو بعت ملايين الاكشن بوتنشال ما ينفعش، غير قابله، ولازم ابعت عدد اكتر من الاكشن بوتنشال. فالريسبتور بيكمبرس بيضغط الزياده في الاستيمولاس ملايين المرات الى زياده مقبوله، زياده مقبوله في عدد الاكشن بوتنشال، فلما الصوت يزيد قوي الاكشن بوتنشال تزيد تسمع صوت اعلى، بس هنا زاد ملايين المرات، هنا زاد عشرات المرات. يبقى عمل ايه؟ كومبرس، ضغط الزياده ملايين المرات في الاستيمولاس الى زياده مقبوله في عدد الاكشن بوتنشال، يمكن عن طريقها تمريرها عن طريق النيرف فايبر بسبب ظاهره الايه؟ ابسولوت افكت بيريود. كثير من الزملاء لا يذكرها، واعتقد ان عدد من الزملاء اللي سمعوني فهموا يعني ايه كومبريسور فانكشن، ان دي واحد الوظائف المهمه جدا. يبقى ليه الاوائل؟ وظائف الريسبتور ديتكتورز لانه بيديتكت تشينجز اوتسايد اور انسايد، ترانسدوسرز بيحول اي طاقه المؤثر الى كهرباء، يجنريت اكشن بوتنشال فهو جنريتور، يضغط الزياده ملايين المرات في قوه المؤثر الى زياده مقبوله في عدد الاكشن بوتنشلز بسبب وجود الابسولوت افكت بيريود، فهو كومبريسور. ده سؤال شافه. كلاسيفيكيشن اوف ريسبتورز، النقطه الثالثه، انه الريسبتورز عندنا كالاتي: الريسبتورز خمس انواع، اول ثلاثه لطاف باينين اللي هم ميكانو ريسبتور، ثيرمو ريسبتور، كيمو ريسبتور. كما يوحي الاسم ميكانو يعني يتاثر بالميكانيكال ستيمولاي، ثيرمو يعني يتاثر بالثيرمال ستيمولاي، وبعدين عندنا كيمو ريسبتور يتاثر بكيميكال ستيمولاي. يبقى تاني يا شباب، يبقى هنقسم الريسبتور لخمس انواع، اول ثلاثه واضح في اسمهم نوع الريسبتور: ميكانو بيستجيبوا لميكانيكال، ثيرمو لثيرمال، كيمو لكيميكال. اخر اثنين لازم نفكر فيهم شويه، فوتو ريسبتورز ايه نوع الاستيمولس بتاعهم؟ الكتروماجنتيك ويفز زي الرودز والكونز. نوسي ريسبتور، لازم تبقى عارف مين هي نوسي. نوسي نوشيا ستيمولس يعني مؤثر مؤلم، يبقى المقصود بيها هو البين ريسبتور. يبقى دي انواع ريسبتور، وبرضه ده سؤال بالكتير شافوي.
هنا في أسئلة MSQ أحبك تبقى عارفها كويس قوي. البروبريسبتورز اللي هي مؤثرات اللي هي بتديني بالإحساس بثلاث حاجات. بصيري يعني كده أنا وأنا مغمض عينيا مفروض بس واحد مفروض واحد اللي يعمل لي المؤثر مش نفسي بس ما عنديش حد يعمله لي. يعني افرض ده صباع حضرتك وأنا مسكت إيدك كده وأنت مغمض عينيك قلت لك صباعك فين فوق صباعك فين تحت ده اسمه السنس أوف بوزيشن. طب صباعك ثابت هتقول لي ثابت لما أنا ليك أنت مش أنا لنفسي أعمل كده أقول لك إيه رأيك في صباعك تقول لي بيتحرك ده السنس أوف موفمنتس. طب أما أقول لك الحركة دي أسرع ولا الحركة دي أسرع تقول لي التانية أسرع ده السنس أوف ريت أوف موفمنتس. يبقى البروبريسبشن والبروبريسبتورز بتديني ثلاث إحساسات البوزيشن والموفمنتس والريت اوف موفمنتس. دي واضح هنا الاستيمولس ميكانيكال فدول ميكانو ريسبتورز لانهم بيستجيبوا لحاجات ميكانيكال استيمولاي سواء كان الميكانيكال استيمولس ده حركه او لمسه. اللمسه ممكن تدي احساس تاتش قويه تبقى بريشر متكرره يبقى فايبريشن كل ده ميكانو ريسبتور. طب الفيستيبولار ريسبتور موجوده في الودن اللي بتقول لي برضو بتساعدني في البوزيشن ده ميكانو ريسبتور. دي صعبه بقى وعشان كده انا عملت تبقى عارفها الفيستيبولار ريسبتور دي في الام اس كيو ميكانو ريسبتورز. طبعا الثيرمو مفهومه الكولد والورم ريسبتور مش هتغلط فيها. الكيمو ريسبتور بيستجيبوا للجلوكوز في الدم يبقى جلوكو ريسبتورز. للاوزمولاليتي يبقى اوزمو ريسبتورز. يمكن اللي صعبه شويه انك تبقى عارف في السبيشال سنسز ان الاولفاكتوري ريسبتور والتيست ريسبتور دول كيمو ريسبتور لان الرائحه والتذوق احنا بنتذوق حاجات كيميائيه وبنشم حاجات كيميائيه فهم كيمو ريسبتور ما تغلطش فيها. يبقى ده ام اس كيو برضه هتطلع عليها نقط حمراء الحاجات اللي انا عارف انها صعبه قليله. الفيستيبولار ريسبتور بتاع الاذن اللا سمعيه لان احنا عندنا اذن سمعيه واذن لا سمعيه دول ميكانو ريسبتورز. وعاوز اقول لك حاجه انه حتى الاذن السمعيه بيبقى بالنسبه لها الاستيمولس يعتبر ميكانو فالفيستيبولار ريسبتور دي ميكانو. الكيمو ريسبتورز الاولفاكتوري والتيست ريسبتور دول كيمو ريسبتور تبقى عارف. المين فوتو ريسبتور رودزو كونز النوسي مقصود بيها البين ريسبتورز. اظن ده كلام سهل. وي هاف يبقى اتكلمنا على الديفينيشن ريسبتور مش هعيد تاني. الفانكشن ريسبتور سؤال شفوي كلاسيفيكيشن ريسبتورز ميكانو ثيرمو كيمو دول واضحين بس ركز ان الفيستيبولار دي ميكانو وال والفاكتوري والتيست دي كيمو. فوتو هي رودز وكونز نوسي هي البين. طيب نيجي يا شباب بروبرتيز اوف ريسبتورز ده موضوعنا النهارده باذن الله. بروبرتيز اوف ريسبتورز اربعه فيهم ثلاثه هم اللي بيجوا اساسا في الامتحان ناخد بالنا منهم. أول واحدة ما بتجيش في الامتحان النظري يعني بتيجي كسؤال multiple choice أو specificity التخصص. دلوقتي ركز في الرسمة اللي قصادك. كل ريسبتور يعطي إحساسا واحدا وإن اختلف المؤثر ده اسمه مولرز لو. نقولها in English each receptor gives rise to one type of sensation, specific sensation, irrespective of the method of stimulation. ده اسمه مولرز لو عامل واحد ألماني. يعني الريسبتور الواحد يعطي إحساسا واحدا وإن اختلف المؤثر. واحد يقول لي طب دينا مثال. أحسن مثال هو قصادنا رودز وكونز في العين. تديهم ضوء تشوف ضوء تشوف لايت الإحساس ضوء. تديهم لكمة في العين blow applied to the eye برضو تشوف ضوء. ليه هنروح بعيد ليه؟ مش الواحد في المثل يقول لك اوريك النجوم في عز الظهر يعني الناس بتتكلم في فيسيولوجي دون ان تدري. يعني انا هلكمك في عينك فعينك هتنور لان عينك دي الريسبتور فيها تشوف ضوء بس. تديهم ضوء يشوفوا ضوء. تديهم ميكانيكال ستيمولس لكمة على العين برضو ضوء. وكان رحمه الله سعيد صالح في مسرحيه هلو شلبي كان عمال يقول الناس وهي بتضربه على السلم الدنيا تنور وتطفي وتنور وتطفي ما يضربوه تنور ما يضربوهوش تطفي.
يعني سعيد صالح كان يشرح المولرز لو ان الريسبتور رودزو كونز في العين مهيئه لاحساس واحد انها تشوف الضوء، وان اختلف المؤثر، المؤثر ضوء فعلا، المؤثر بلاكمه شوف ضوء. يبقى ما هو المولرز لو هتتساله في الشفوي؟ ان ايتش ريسبتور جيفز رايز تو كلمتين، one specific sensation احساس واحد specific، بقيتها الكلمة الثانية irrespective of the method of stimulation. وهفهمك ليه ربنا سبحان الله عمل كده، ليه خلى الريسبتور الواحد يعطي احساسا واحدا وان اختلف المؤثر. الريسبتور الواحد يعطي احساسا واحدا وان اختلف المؤثر. طب تاني حاجة التخصص فيها مش مطلق، يعني الاحساس تخصص فيه مطلق، الاستيمولس التخصص نسبي. كل ريسبتور له اديكويت ستيمولس، يعني يحتاج من هذا الاستيمولس لقدر قليل جدا من الطاقه عشان يشتغل، اللي هو في حاله رودز وكونز مين الضوء، اقل كميه ضوء هيشغلوه، لكن ممكن يشتغل بمؤثرات اخرى ميكانيكال ستيمولس، بس في الحاله دي عاوز طاقه كبيره. يبقى مين الاستيمولس اللي يحتاج منه طاقه قليله عشان يشغله؟ الضوء. يبقى ده بالنسبة للرودز وكونز والأديكوت ستيمولس، يعني كل ريسبتور موستلي سنسيتيف لنوع واحد من الاستيمولاي. يعني ايه موستلي؟ ما بنقولش مش تخصص مش مطلق، موستلي اكتر من غيره، يعني من هذا الاستيمولس يحتاج لطاقة اقل. دي كانت اول خاصية للريسبتور وهي السبيسيفستي التخصص. في الإحساس التخصص مطلق، الريسبتور الواحد بعربياتنا يعطي إحساسا واحدا تخصص مطلق وإن اختلف المؤثر. Each receptor gives rise to one specific sensation irrespective of the method of stimulation. Muller's law. أما التخصص في الاستيمولس نسبي، كل ريسبتور عنده adequate stimulus، يعني ايه؟ يعني يحتاج منه لطاقة اقل من غيره عشان ينشط الريسبتور، كما الضوء في حالة رودز وكونز مش الميكانيك. I think واضح. طيب تعالوا بقى يا اولاد ناخد الخاصية التانية الاهم نظري مهم اس الف اللي هي الاكسيتابيلتي، لكن غالبا بتيجي صيغة السؤال ريسبتور بوتنشال اور جينيريتور بوتنشال، يعني كهربه الريسبتور او جينيريتور بوتنشال اللي سموها لان هي دي اللي هتجينيريت اكشن بوتنشال. فعشان غالبا بيجي السؤال ريسبتور بوتنشال اور جينيريتور بوتنشال هما حاجه واحده، لان كهربه الريسبتور هي التي تجينيريت اكشن بوتنشالز. فعشان كده نفس العنوان، عشان انا بأصرف وقت في العنوان لاني عاوز اطباء فاهمين، مش بنقرا عناوين وما يعني ما نغرش في اعماقها نفهم ليه بيقولوا كده. كهربة الريسبتور هي التي تجنريت اكشن بوتنشال فسموها ريسبتور بوتنشال اور جنريتور بوتنشال. طيب تعال نشوف الاستادي عملوها ازاي الاول. هما الاستادي العالم كله عملوا في الباسينيان كورباسل اللي هي على فكره لو رسمتها كامله بتبقى عامله زي كده البصله عباره عن وريقات فوق بعض. والباسينيان بحرف البي لا تنسى لا يستجيب غير للبريشر بحرف البي، يعني الاستيمولس الوحيد بتاع الباسينيان هو البريشر. طب السؤال مع كثير من الزملاء احبهم يعرفوا هم ليه اختاروا الباسينيان كورباسل للديسكشن للاكسبيرمنت؟ الاجابه هي للزملاء وللطلبه، لانها اللارجست ريسبتور في الجسم وبالتالي ايزلي ديسكتد، سهل تشريحها وتخرجها بره الجسم. لان افهم انت شايف بعينك اللي انا رسمه، بس هذه الدراسه مايكروسكوبيه بتتم تحت الميكروسكوب، فلين صعب على روحنا نقينا اكبر ريسبتور وهو الباسينيان كورباسل، ذا لارجست ريسبتور ايزلي ديسكتد، سهل نعمل عليه الدراسه. نلاحظ تحت الميكروسكوب شيئين، ان التيرمينال بارت احنا الاول خدنا 1 ريسبتور attached to one afferent، يبقى الدراسة على one receptor one afferent. هنلاحظ ان الterminal part بتاعت الافرنت unmyelinated. تاني ملحوظة ان الفيرست نود اوف رانفير اللي حطت عليها الليزر اهي
inside the corpuscle. يعني نود واحدة بس هي اللي جوه الكورباسل، الباقيين بره الكورباسل. يبقى ده اللي لاحظناه، التيرمينال بارت امينيتد والفيرست نود فروم وير انسايد ذا كورباسل. طيب قبل ما نبتدي الدراسة بيبقى التيرمينال بارت في البولارايزد ستيت. يعني ايه؟ يعني بره بوستيف، مش اللي انا رسمه، انا رسمت بعد ما اديت الاستيمولس. قبل ما ادي الاستيمولس بيبقى التيرمينال امينيتد بارت في البولارايزد ستيت، يعني الاوتر سيرفس عليه بوزيتيف تشارجز والانر عليه نيجاتيف. بولارايزد ستيت بنسميه ريستنج ميمبرين بوتنشال. يلا يا شباب نبتدي التجربه. ادي استيمولس للباسينيان. من هو الاستيمولس بتاع الباسينيان بحرف البي؟ البريشر. فبنمسك مايكرو جلاس رود، يعني جلاس رود صغير قوي ما تحت ميكروسكوب، ونعمل بريشر على الباسينيان، وفي نفس الوقت بنسجل بالكاثود ري اوسيلوسكوب الكهرباء هنا. فبنلاقي تو ما بنضغط حصل partial local depolarization. هو ده بقى الريسبتور بوتنشال او الجنريتور بوتنشال. يبقى ما هو الريسبتور بوتنشال او الجنريتور بوتنشال؟ هو partial local depolarization. حصل في الريسبتور partial local depolarization. ليه بنقول partial؟ لانها صغيره لا ترقى ان في مكانها تطلع اكشن بوتنشال، ما بتوصلش الفارج ليفل في مكانها. افهم في مكانها ليه قلنا ليه لوكال؟ لانها بنفسها ما تقدرش تبروباجيت زي الاكشن بوتنشال، فلا بد من تحويل هذا الريسبتور بوتنشال الى اكشن بوتنشال. ده ستيج 2. فالديبولاريزيشن اللي هنا النيجاتيف تشارجز اللي هنا هتاتراكت البوزيتيف تشارجز بتاعه الفيرست نود فرانفير. دي تاني مرحله، النيجاتيف هياتراكت البوزيتيف، فيحصل جوه ريسبتور صدق ولا تصدق سبحان الله سيركت، لوكال الكتريك سيركت. انت جاوبهاني بقى من غير ما تبص على الاجابه ما هي قصادك، هل السيركت دي باسيف ولا اكتيف؟ نيجاتيف بيسحب بوزيتيف، يعني ده ويذ ولا اجينست جريديان؟ انا سامعك ويذ جريديان. طب ادام ويذ جريديان تبقى باسيف، فحصل باسيف لوكال سيركت جوه الكورباسل. سبحان الله في خلقيه دوائر كهربائيه جوه ريسبتور لا يرى بالعلم مجردا. المرحله الثالثه لما نسحب البوزيتيف هيعمل هنا نيجاتيف، هيبقى ده نيجاتيف، يعني حصل ديبولاريزيشن في الفيرست نود فرانفير. لما يوصل الفايرنج ليفل هيدي اكشن بوتنشال، حقيقه الامر مش هيدي 1 اكشن بوتنشال، هيدي ريبيتد اكشن بوتنشال، هيدي فولي اوف امبلسز، مجموعه امبلسز في الام اس كيو، هيدي ترين اوف امبلسز، قطر من الامبلس، عارف زي القطر الاكسبريس لما تتوافد العربات ورا بعضيها البعض، اهي هي كده. السؤال انت هتسالني هو ليه ريسبتور بوتنشال ما بيديش 1 اكشن بوتنشال، لازم يدي ريبيتد اكشن بوتنشلز، فولي اوف امبلسز، ترين اوف امبلسز. الاجابه سهله جدا، لان مده الريسبتور بوتنشال اطول بكتير من الاكشن بوتنشال، فهيسحب الكهرباء ويطلع اكشن بوتنشال ولسه في ريسبتور بوتنشال. فبعد ما ترجع دي البولارايزد ستيت يسحبها تاني يعمل سكند اكشن بوتنشال، بعد ما ترجع بولارايزد ستيت يسحبها تالت فيدي ثيرد اكشن بوتنشال اند سو اون. مده الريسبتور بوتنشال اطول من مده الاكشن بوتنشالز، فبيدي سيفرال اكشن بوتنشالز. طالب قال لي احنا اتعودنا معاك النظام وترتيب المعلومات، انا اكتب الحته دي ازاي؟ افتح ودانك. لما عملت بريشر على الباسينيوم، انا قلت الاستيمولس على الباسينيوم بريشر بي مع البي، مرينا بمراحل ثلاث مع عشقت مثل عشق النظام. اول مرحله نمره 1 التيرمينال امينيتد بارت حصل فيها لوكال بارشال ديبولاريزيشن 100% ريليتد لدخول الصوديوم، يعني اتفتح صوديوم شانلز من غير ما نقولها تبقى فاهمها، مش لازم تكتبها. لوكال بارشال ديبولاريزيشن دي المرحله الاولى، سميناها ريسبتور بوتنشال
او لانها هتجنريت اكشن بوتنشال جنريت بوتنشال. يبقى الاستيميليشن عمل نمره واحد ريسبتور بوتنشال او جنرايز بوتنشال اللي هو لوكال بارشال ديبولاريزيشن. المرحله الثانيه حصل لوكال باسيف سيركتس، النيجاتيف سحب البوزيتيف باسيفلي، حصل جوه الكورباسل لوكال باسيف سيركت. المرحله الثالثه حصل ديبولاريزيشن في الفيرست نود اوف رانفير، لما توصل فارين ليفل تدي اكشن بوتنشال لانها الريسبتور بوتنشال لونجر ان ديوريشن ذان اكشن بوتنشال، فهيدي ريبيتد اكشن بوتنشال فوليوم امبلسز ترين اوف امبلسز. ادي المراحل الثلاث. يبقى لو خدنا العناوين عشان نركز اكثر، لما عملت ستيميليشن حصل الاول ريسبتور بوتنشال وبعدين سيركت وبعدين اكشن بوتنشال، ادي المراحل الثلاثه. ازاي انت هنا اتفرجت ازاي الريسبتور ديتكت التشينجز اللي هو البريشر، حوله الكهرباء اللي هي تاني وظيفه ترانسديوسر اللي هي ريسبتور بوتنشال، ثم جنريت اكشن بوتنشال اللي هو جنريتور. يعني انا عاوزك وانت بتدرس تبقى فاهم البروبرتيز اللي قلناها، ايه اللي عمله ريسبتور؟ ديتكت البريشر وبعدين حول البريشر ده الكهرباء ريسبتور بوتنشال وبعدين جنريت اكشن بوتنشال. لكن لما تشرح القصه هتشرحها في مراحل ثلاث، ريسبتور بوتنشال اوعى تنسى المرحله دي، لوكال باسيف سيركتس بعدين اكشن بوتنشال، وكل واحده فيها واقعه مع عشقي مثل عشقي للدقه والنظام. يبقى في الريسبتور بوتنشال هتقول ايه؟ في الكلمه المهمه مش ديبولاريزيشن، انها لوكال بارشال ديبولاريزيشن. في السيركت فين الكلمه المهمه الاوائل؟ انها باسيف. طب في الاكشن بوتنشال فين الكلمه المهمه؟ انها ريبيتد اكشن بوتنشلز، عمر ما الريسبتور ما يطلع سنجل اكشن بوتنشال، تعمل لي ريبيتد اكشن بوتنشلز. طيب بص للكيرف اللي تحت، كل ما قوه البريشر اللي هو الاستيمولس تزيد بالعقل انت متوقع الكهرباء بتاعه الريسبتور يحصل لها ايه اللي هي الريسبتور بوتنشال تزيد. الاول بتزيد رابيدلي وبعدين سلولي وبعدين توصل ماكسيمم. يبقى من هنا نخلص ان الريسبتور بوتنشال وبيز اول اور نون لو ولا كان بي جريدد، ايه رايك؟ طبعا كان بي جريدد، بيزيد كل ما زود الاستيمولاس بيزيد، يبقى في جريدز، كل ما قوه الاستيمولاس بتزيد قوه الكهرباء بتزيد، يبقى جريدد ذا نوت اوبي اول اور نون لو. وعليه عاوز اعلمك حاجه مهمه جدا، إن لما بنقول قيس بيجي في مخك ليلى، عنتر عبلة، لما أقول ريسبتور بوتنشال إيه الكلمة اللي تتوارد إلى ذهنك؟ الأمبليتيود. يعني ريسبتور بوتنشال في حاجة واحدة ممكن تتغير، لما الاستيمولس يزيد تقدر تغير حاجة واحدة، قوته الأمبليتيود. ليه؟ لأنه does not obey all or none law كان بي جريدد. اذكرك طب هنقول بقى جدول تاريخي بين الريسبتور بوتنشال والاكشن بوتنشال، علمته لكثيرين في محاضرات النيرف ان الكهرباء، اسمعني الناس اللي بتسمعني اول مره دي حته مهمه جدا، قاعده من القواعد الاساسيه اللي بيرسيها العبد الله، الكهرباء في الجسم نوعان مش مليون نوع، يا اكشن بوتنشال يا مش اكشن بوتنشال. يعني اكشن بوتنشال له قواعد، اي بوتنشال اخر، اي كهرباء اخرى، ريسبتور بوتنشال، سينابتيك بوتنشال، لوكال اكسيتاتوري ستيت، موتور اند بليب بوتنشال، الكتروتونس، اي كهرباء تانية في الجسم لها وضع اخر. وحفظها لي اجيال، ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. حتى ما قلت الاكشن بوتنشال زي الفريك ما يحبش فريك. الاكشن بوتنشال هو الكهرباء الوحيده في الجسم التي تتبع اول اور نون لو، يا يطلع بنفس القيمه ما يطلعش. وعليه ملوش جريدز، كان نوت بي جريدد. هو الوحيد اللي معاه ابسوليوت ريفراكتوري بيريود، فترة عدم استجابة. وعليه لو اديت ستيمولس في اثنائه ما قوته ما تزيدش،
لانه هو في اثناء وفي فتره عدم استجابه لن يستجيب لاي مؤثر اخر، وعليه كان نوت بي سميتد، وهو الوحيد اللي بيفتح عنده اول صوديوم شانلز دي قلناها في النيرف، وسميتها قاعده التريبل اي، يعني الاكشن بوتنشال بحرف الاي تحفظه مع حيات، زي الفريك ما يحب الشريك، ما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه، اللي هو التريبل اي. عندنا هنا في نورث امريكا التريبل اي دي لو قلتها الولاد بيفهموها انها امريكان اوتوموبيل اسوسيشن، اللي هي كده مؤسسه لو عربيتك عطلت تتصل تشترك فيها، طبعا ليها اشتراك سنوي، تتصل بالتليفون يضمنوا يجيبوا لك عربيه تصلح لك، او يعني نجده ليك تصلحك في اقل من 45 دقيقه ايا كان موقعك في قاره امريكا، اسمها امريكان اوتوموبيل اسوسيشن. فلما بقولها ان الاكشن بوتنشال بيتبع قاعده التريبل اي بيضحكوا هم على طول. التريبل اي عندي حاجه مختلفه، ان الاكشن بوتنشال بحرف الاي معاه 3 اي، اثنين قصادك اهم، هو الوحيد اللي معاه اول اور نون يبقى كان نوت بي جريدد، هو الوحيد اللي معاه ابسولوت افكتيف بيريود يبقى كان نوت بي سميتد، هو الوحيد اللي بيفتح عنده اول صوديوم شانلز عند الفارينج ليفل تريبل اي. انا بقى كده مش علمتك ريسبتور بوتنشال، انا علمتك الكهرباء في الجسم كله، اي حاجه ما هياش اكشن بوتنشال اعكس اهي. الريسبتور بوتنشال ما فيش اول اور نون يبقى جريدد، ما فيش ابسولوت ريفكتيف بيريود يبقى سميتد، وما بيفتحش عندها اول صوديوم شانلز. طيب الاكشن بوتنشال بيتبع اول اور نون لو، يبقى زي ما بقول قيس ليلى لما اقول ان انا بدي ستيمولس اقوى مين اللي هيزيد؟ ما يزيدش قوه الاكشن بوتنشال. ليه؟ لان اول اور نون كان نوت بي جريدد. امال ايه اللي يزيد؟ ما هو لازم لما ادي ستيمولس اقوى الانسان يحس الاحساس اقوى، اللي هيزيد بص لي بقى الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشلز، الفريكوانسي عدد الاكشن بوتنشال، ما هم ريبيتد عددهم يزيد، لما ادي ستيمولس اقوى يزيد عدد الاكشن بوتنشال، وبالتالي بقى كلك اذان صاغيه في الحته اللي جايه دي، حته جميله قوي قوي. يبقى سترونجر ستيمولس بيعمل ايه في الريسبتور بوتنشال ويعمل ايه في الاكشن بوتنشال؟ في الريسبتور بوتنشال بيزود الامبليتيود، انما في الاكشن بوتنشال بيزود الفريكوانسي. عشان كده قلت لك قيس ليلى اما يقول لي ريسبتور بوتنشال اقول امبليتيود، لما يقول لي اكشن بوتنشال اقول فريكوانسي. يبقى ذا سترونجر ذا ستيمولس ذا سترونجر ويل بي ذا امبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال اند ذا فريكوانسي اوف اكشن بوتنشلز، وعليه بنحس اقوى، عمليه بسيطه خالص. وفهمت ليه الريسبتور بوتنشال بيدي اكتر من اكشن بوتنشال، اكشن بوتنشلز لانه لونجر ان ديوريشن ذان اكشن بوتنشلز، فبيدي ريبيتد اكشن بوتنشلز. الاكشن بوتنشال هو اللي كان بي بروباجيتد، انما الريسبتور بوتنشال كان نوت بي بروباجيتد. اقول لك حاجه، ده ما فيش كهرباء بتبروباجيت في الجسم غير الاكشن بوتنشلز، الباقي كله نون بروباجيتد. قاعده ارساها لعبد الله وارساها الفهم للفسيولوجي عبر السنوات المتتاليه، الكهرباء في الجسم نوعان، يا اكشن بوتنشال هي مش اكشن بوتنشال، وما ينطبق على الاكشن بوتنشال لا ينطبق على سواه. ما هي قاعده اكشن بوتنشال اللي هتفتكرها ما حييت؟ ده تريبل اي، هو الوحيد الكهرباء الوحيده اللي معاها بيحققوا الايه، وهو نفسه بحرف الايه، لاحظ الاكشن بوتنشال 3 اي، هو الوحيد اللي معاه اول اور نون لو يبقى كان نوت بي جريدد، ابسولوت ريفراكتوري بيريود يبقى كان نوت بي سميتد، اللي مش موجود قصادنا هو الوحيد اللي بيفتح عنده all sodium channels عند الفارينج ليفل. يبقى اي كهرباء تانية، اي كهرباء تجيلك تانية، سينابتيك بوتنشال ريسبتور بوتنشال، السنه دي السنه اللي في النيرف المصل كنا خدنا اللوكال ريسبونس والالكتروتونس والموتور اندبلي بوتنشال، قول العكس، مفيش all or none يبقى كان بي جريدد، مفيش ابسولوت يبقى كان بي سميتد، ما بيفتحش عندهم all sodium channels. ولا تنسى ان الاكشن بوتنشلز هو الكهرباء الوحيده في الجسم البروباجيتد، الباقيين كلهم نون بروباجيتد.
وليه الريسبتور بوتنشال بيدي ريبيتد اكشن بوتنشلز انه لونجر ان ديوريشن ذان اكشن بوتنشال 2 تو 5 ملي سكندز. ولا تنسى ما حييت when we are talking about receptor potential we are talking about amplitude, when we are talking about action potentials we are talking about frequency. شوف عملها لك هاي جمل واضحة جدا. ليه؟ تبقى فاهم ازاي بنحس المؤثر اقوى. ان لما المؤثر بيزيد بيزيد حاجتين amplitude of receptor potential وfrequency of action potential. اخبطش وعرفت المراحل الثلاثة receptor potential circuit action potential. تكتبها الاول تكتب الكيرف بعدين تكتب الفرق بينه وبين الاكشن potentials. لو في حاجة اكتر من الفول مارك تنتظرك باذن الله. property الثالثة وقبل الاخيرة adaptation of receptors التكيف. احنا قلنا يا شباب انه لما بدي ستيمولس بقوة معينة بيطلع ريسبتور بوتنشال بامبليتيود معين بسعلم واكشن بوتنشالز بفريكوانسي معينة. حاجة بقى مش يعني مش هتنساها مع العبد الله. لما اقول لك ريسبتور بوتنشال تحط معاها امبليتيود. قايس ليلى عنتر عبلة ريسبتور بوتنشال امبليتيود اكشن بوتنشال فريكوانسي. يبقى مادي ستيمولس بقوة معينة هيطلع ريسبتور بوتنشال بامبليتيود معين واكشن بوتنشال بفريكوانسي معين. طب وات اباوت لو انا ثبت قوة الستيمولس كونستانت ستيمولس. المنطق يقول انت مثبت قوة الستيمولس مفروض الامبليتيود بتاع ريسبتور بوتنشال والفريكوانسي بتاع الاكشن بوتنشال يقعد ثابت. هذا لا يحدث. بيحصل decline انخفاض في شيئين. شوف لان تحفظتها 100 مرة معايا. الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال والفريكوانسي اوف اكشن بوتنشلز هو ده الادابتيشن. يبقى ما هي الادابتيشن يا شباب؟ اهي بقى الجملة الاساسية وقلت القفن. يبقى في كلمة ما هي الادابتيشن؟ it is the decline. في ايه؟ في شيئين. في الامبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال والفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال ديسبايت كونستانت ستيميليشن. هو ده التعريف الصح. الادابتيشن هو الديكلاين الانخفاض في شيئين. في الامبليتيود بتاع ريسبتور بوتنشال والفريكوانسي اوف اكشن بوتنشال ديسبايت constant stimulation. طيب بنقسم الريسبتورز حسب الريت اوف ادابتيشن الى ثلاث انواع. في ريسبتور بتادابت ببطء slowly adapting يسموها static يعني ثابت الديكلاين ما بيحصلش بقوه تذكر. يسموها تونيك. كل واحده لها كلمه يعني معنى تونيك يعني مستمر. يبقى slowly adapting أو static أو tonic. وفي بالعكس rapidly adapting الديكلاين بيحصل بسرعة قوي يسموها phasic. اشتغلت مرحلة وبطلت. خد بالك هما بيجيبوا التعبيرات الأصعب يعني ما يجيبلكش وعارف ان كل الناس فاهمة slowly adapting و rapidly adapting. slowly adapting يسموها static أو tonic. ده اللي بيجيبهولك ثابتة أو مستمرة. phasic يعني اشتغلت مرحلة وبطلت. وفي مدرك لأدابتك. أنا بقول إن الأمثلة ممكن نعيشها ونفهمها ونحبها وممكن نحفظها. فبقول جملة أساسية شباب. هو الريسبتور ده بيدي معلومة للمخ. لما يقلل الكهرباء المعلومة هتقل. لما الكهرباء ما تقلش المعلومة مستمرة. يبقى الريت اوف ادابتيشن يعتمد على ايه؟ على اهميه المعلومه. لو معلومه مهمه مفروض ما اقللهاش. معلومه مش مهمه اقللها. يبقى الريت اوف ادابتيشن للاوائل
depends يعتمد على الـ importance of information أهمية المعلومة. فمثلا الـ pain حط إيدي في النار الـ pain indicates tissue damage يبقى معناها إن الـ tissue بتبوظ. إف احفظ الجملة دي الـ pain indicates tissue damage. أدام حاس pain يبقى في tissue damage حتى لو ميكروسكوبي لما بقرصك أدام حسيت pain يبقى عملت damage. بص في الميكروسكوب هتلاقي فيه سيلز اتقطعت ميكروسكوبية. يبقى دي معلومة مهمة مش مفروض تأدات مفروض البرين يقعد في وعي عشان يسحب الإيد. يبقى أحسن مثال للسلولي أدابتنج للستاتيك للتونيك ريسبتورز هو البين. لدرجة إن يا أولاد الكلام الجديد اللي بيقولوا البين بقى يعني كلمة سلولي أدابتنج لم تشفي الغليل سموها نون أدابتنج ريسبتور. يعني إيه أدابت مع البين؟ يعني إيه أتكيف مع البين؟ يعني إيه ما بعتش المعلومة؟ يعني أسيب إيدي تبوظ؟ فالنهارده كلمه سلولي او ستاتيك او توريك لا لم تشفي الغليل خلوها نون ادابت. وزيها البوزيشن وهدالك مثال حضرتك قاعد قصادي دلوقتي اغمض عينيك ممكن تقول لي رجليك مفروده ولا متنيه صوابعك بتاعت ايديك بعيده عن بعض ولا قريبه القلب والشولدر متني ولا مفرد مفرود اظن كل واحد فيكم بيجاوب البوزيشن نون ادابتنج. ليه فكر فيها احنا في البوزيشن بتاعنا في الايكوليبريم وانت واقف ازاي بتحتفظ بالايكوليبريم فكرت فيها احنا واقفين على فيري نارو بيز اللي هو الرجلين يعني تمثال كبير اللي هو الانسان اهو يعني يشابه الستاتيو واقف على فيري نارو بيز. لو 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 نسيت البوزيشن بتاعك انت لازم تقعد فاكر البوزيشن عشان تحتفظ بمركز الثقل بالظبط في نص الجسم او هندسيا مش هندخل فيها محدش هيسالكم فيها العمود الساقط من مركز الثقل على الارض لازم يقع داخل الاريا في سبورت اللي هي الفوت ده بس هم ما لهمش زملائنا في الحاجات دي الهندسه. لو ملك يمين ملك شمال هتقع لو خرج المركز الثقل بره العمود اللي نازل منه بره الاريا في سبورت وقع يبقى لازم اول دي تايم عشان تحتفظ بالايكوليبريم بالبوزيشن تقعد المعلومه متاحه للمخ عشان وظيفه المخ يظبط التون بحيث يبقي مركز الثقل خليها مجازا ببساطه في نص الجسم بالظبط. يبقى لازم بوزيشن يبقى سلولي او ستاتيك او تونيك او نون ادابت. طيب نيجي للتاتش ده رابيدلي ادابتنج ريسبتورز تلبس ساعه انت عارف انك لابسها بس مش حاسس بدليل هقول لك حاجه من الحياه. ساعات الواحد يبقى لابس حاجه وبيدور عليها لابس نظاره وبيبص عليها بعدين يكتشف انها على وشه. ورحمه الله فؤاد المهندس في ماي فير ليدي سيدتي الجميله الجملة المشهورة لما قال على شوكار لابس قميص ست زراير وكرافطة وزديري وبلطو وازاي معرفش انها نشلت الاندر وير الفانيلا بتاعته لان محدش حاسس الاندر وير. فكر فيها انها بالعكس تخيل لو انت حاسس الحاجات اللي تاتشنج يو ومن ضمنها الاندر وير بتاعك تبقى حاسس حاجات ملزقة في جسمك كده مش مبسوط مش معلومه مهمه. فربنا خلى التاتش رابيد ادابتنج فيزيك يعني اول ما تلبس ساعه تحس بعد شويه ينتفي الاحساس لانها معلومه مش مهمه. ده بالعكس انها طول النهار حاسه حاجات ملزقه في جسمك هتضايقك كامز ان بتوين بقى. لا الاول في سؤال هنا في الام اس كيو مهم جدا مين اسرع ريسبتور في الجسم بيادابت. هنا ما تقراش السؤال لما هيحط لك اربعه ريسبتور يقول لك انا حافظ الاسئله وورد وايد مين الموست رابيدلي ريسبتور اختار الباسينيان كورباس اسرع ريسبتور بالعلم. لازم الاستيمولس يتغير 500 مره في الثانيه انا ما اقدرش اشبهها لو اقل من كده هتادابت. مين الموست رابيدلي ادابتنج ريسبتور ان ذا بودي الباسينيان. ما تقراش الاربعه لمين انت دور في الباسينيان واختارها. طب مين مدرك لأدابتنج يا شباب؟ حاجة لا هي في قسوة البين وأهمية البين ولا هي في نعومة التاتش
وعدم الأهمية في إنك أنت تبقى حاسس تقول ده طايني في حاجة لازقة فيك. comes the temperature والسميل والتيست. احنا لما بتحط انت برفيوم التمبريتشر مفهومه، لما بتبتدي الاول تاخد يعني بتقول حتى بنقولها في الحياه، انا بس ايه افتح الباب كده قبل ما اخرج عشان اتعود شويه على البرد قبل ما اخرج للشارع لا يحصل لي برد. في السميل تحط برفيوم تبقى شامه حلو قوي اول ما تحط الرائحه اللي حاططها، بعد شويه انت مش شامع من نفسك، لكن لما تروح تقابل حد لسه الاستيمولس جديد بالنسبه له يقول لك البرفيوم دي حلوه قوي بس انت خلاص مش شامم. يبقى التمبريتشر والسميل والتيست. قلت لك الاسئله الام اس كيو هنا عمره ما هيجيب لك سلولي ادابتنج، هيجيب لك بدلها ستاتيك او تونيك. واحسن امثله بتيجي في الام اس كيو البين والبوزيشن. عمره ما هيجيب لك رابيدلي ادابتنج، هيجيبها لك فيزيك ريسبتورز. ومين ذا موست رابيدلي ادابتنج ريسبتور؟ الباسينيان. مودريت الادابتنج زي التمبريتشر واصعب منها بتيجي السميل والتيست. يبقى حافظهم صم. في بعض الجامعات بيسالوهم ايه الفرق بين الادابتيشن والفاتيج. الادابتيشن لو انت ريابلايد الاستيمولس، اديت الاستيمولس مره تانية بيعود الاحساس من جديد، يبقى الادابتيشن الريسبتور داز نوت شو فاتيج، هو ادابت بس لما تدي له الاستيمولس تاني تشيل الاستيمولس تدي له تاني يحس، تدي له الاستيمولس تدي له تاني يحس. في الفاتيج مش كده، الفاتيج وانس العضله تعبت لو اديتها استيمولس تاني مش هتشتغل. يبقى الريكفري في حاله الريسبتور بيبقى رابيدلي وكومبليت من الادابتيشن، انما في حاله الفاتيج الريكفري بيبقى سلو وانكمبليت، سلو وانكمبليت. اوعى تنسى الريسبتور داز نوت شو فاتيج، ادابتيشن از نوت ديو تو فاتيج، بدليل ان ري ابلكيشن اوف ذا ستيمولس بيرجع الاحساس تاني زي ما كان. ريكفري از رابيد اند كومبليت، في الفاتيج العضله اللي بتتعب لما تعدلها ستيمولس لا ريكفري از سلو اند انكمبليت. تبقى عارف ده. في بعض الناس بيسالوا هذا السؤال مش في كل الجامعات. طب ايه اخر نقطه؟ الميكانيزم اوف ادابتيشن. الحقيقه كان زمان يعلمونا ايه ان طريقه معينه كل ريسبتور بيتادابت بيها، هذا خطا. كل ريسبتور ادابتس، افتح ودنك، ان اتس اون واي، بطريقته. فمثلا الرودز والكونز ازاي بيتادابت؟ في الضوء بيتكسر الفوتوسينسيف بيجمنتس، في الظلام عشان تشوف برغم ندرة الضوء لازم يبقى عندك بيجمنت كتير، فبيحصل ريجينريشن اوف فوتوسينسيف بيجمنتس. يبقى اللايت ادابتيشن والدارك ادابتيشن بتحصل ازاي؟ by changing the concentration of photosensitive pigments. دي طريقه الادابتيشن بتاعت الرودز والكونز. في اللايت ضوء كتير مش محتاج بيجمنتس كتير، بتتكسر البيجمنت تركيزها بيقل. في الظلام بيحصل لها ريجينريشن تركيزها بيزيد. يبقى اللايت ادابتيشن والدارك ادابتيشن بيحدثها by changing the concentration of photosensitive pigments. بينما الميكانو ريسبتورز بتادابت بتو ميكانيزمز زي الباسينيان، إلاستيك كبسول، فأنت ما بتضغط عليها لما تتذكر وأنت ضغط بالمايكرو جراس رود عليها زي البالونة، أما تضغط عليها بصبعك هتنبعج، وبعدين تلاقي البالونة كده يعني بعدت عن إيدك وفطت من تحت إيدك ورجعت البوزيشن بتاعها تاني. هو ده اللي بيحصل بالظبط بسبب الإلاستيستي الريسبتور، الميكانو ريسبتورز بيحصل لها ري موديلينج، تعيد تشكيل روحها، ري ادجستمنت اوف ذا ريسبتور ستراكشر. دي واحده. تاني ميكانيزم في الميكانو ريسبتورز افتكر في الفولتج جيتد صوديوم شانلز اللي هي موجوده في حتتين، في التيرمينال نمايليتد بارت في الفايبر وفي الفيرست نود جرانفير، لسه شايفينها عند الباسينيان. انت ما تدي ستيمولس ايه اللي بيحصل؟ لما بتدي ستيمولس ما قلنا ان الصوديوم شانلز عندها تو جيتس، اوتر اكتيفيتد وانر ان اكتيفيتد. الاوتر لما تدي ستيمولس خدناها في النيرف، الاول يفتح الاوتر فالصوديوم يدخل، عشان كده سموه دي الاكتيفيتد جيت. لما فرق الجهد يبقى قيمه معينه كان في الفايبر اي الفا زائد 35 يروح قافل انر،
توقف الاكتيفيتي، عشان كده يسموه الانر ان اكتيفيتد، وحفظناه حتى الان ان الانر جيت ان اكتيفيتد جيت، الاوتر تشغلها والانر توقفها. طب ليه نورمال يا ربنا كان قافلها بالاوتر؟ حتى دي قلناها في الناف، عشان نورمال الصوديوم بره، فالاليق انها تبقى قافله بره عشان تمنع دخول الصوديوم. لما تدي ستيملس تفتح يدخل الصوديوم وبعدين يقفل الانر، دي اوتر اكتيفيتد ودي انر ان اكتيفيتد. طب حضرتك لو اديت ستيمولس على طول الاحداث هي هي، الاوتر هتفتح يدخل الصوديوم، الستيمولس لسه موجود اهو، لسه موجود، الانر هتقفل. يبقى تاني سبب الادابتيشن ليه وقفت الكهرباء برغم ان الستيمولس موجود، لان حصل ان اكتيفيشن للصوديوم شانلز، ان اكتيفيشن للصوديوم شانلز، ادي السبب التاني. يبقى كل ريسبتور بيادابت بطريقته يا شباب. يبقى تاني ده سؤال نظري مهم جدا، يبقى الريسبتور بوتنشال مهم او الجنريتور بوتنشال ادابتيشن مهم جدا. المحاضره دي كلها اسئله مهمه. الاول هتقول ما هو تعريف الادابتيشن، فاكرها الالقاء فن يتبدا ديكلاين 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 في شيئين، امبليتيود اوف ريسبتور بوتنشال اند فريكوينسي اوف اكشن بوتنشال ديسبايت كونستنت ستيميليشن. طب النقطه الثانيه هتقول انه according to the rate of adaptation، حسب الـ rate of adaptation we have three types of receptors، slowly adapting moderately adapting or rapidly adapting. وانت فهمت ده حسب الـ importance of information والامثلة تقول. لبعض الجامعات لازم تقول ان adaptation is not due to fatigue، وايه اهم اثبات؟ ان الريكفري في الفاتيج از سلو اند انكمبليت، الريكفري في الادابتيشن از رابيد اند كومبليت. اقلع نظاره والبسها ثاني عود الاحساس على طول، ريكفري از رابيد اند كومبليت. عضله بعد ما تتعب اشتغل عليها ما تشتغلش على طول، وطبعا ميكانيزمز مختلفه. تعرف اسباب الفاتيج هناك كان اشياء كثيره، هايبوكسيا مثلا من ضمنها نقص الاكسجين، نقص الاكسجين لا يؤثر في الريتو ادابتيشن اوف ريسبتور، بينما بيسرع الريت اوف ادابتيشن اوف ماسل. لو مفيش اوبشن بتتعب بسرعه، ومن الناس اللي بتطلع في الهاي التيتيود تروح تلعب في اثيوبيا او في المكسيك تلعب الفريق القومي، ما يروح هناك بيتعبوا بسرعه، مش متعودين على نقص الاوبشن. نقص الاوبشن يسرع الفتيك، لا يؤثر في الادابتيشن. دي في بعض الجامعات مش في كل الجامعات. النقطه الثالثه او الرابعه في جامعات اخرى هتبقى اللي هو الكوز اوف ادابتيشن. كام جديد each receptor adapts in its own way بطريقته، الرودز والكونز بتغير concentration of pigments، الميكانو ريسبتورز بيحصل ريمودلينج او ري ادجستمنت، وان اكتيفيشن اوف صوديوم شانلز. اقلب الصفحه من فضلك، الصفحه الاخيره، الصفحه الاخيره، سنسوري كود. دي خاصيه جميله قوي قوي، حاجه عامله زي كده ايه، خاصيه من الخصائص الجديده، يعني زي السينابتيك بلاستيستي، ودي من روائع الخلق والخالق. السنسي كود دي شفره الاحساس، كود يعني شفره. لو عملت ستيميليشن للفري نيرف اندينجز تابع الليزر بتاع البين هيطلع اكشن بوتنشال اللي باللون الاحمر، بس تحس بين. لو عملت بريشر على الباسينيان كورباسل هيطلع ذا سيم اكشن بوتنشال، بس الاحساس مختلف، حس بريشر. لو عملت سيميليشن للريسبتور بتاعت التاتش يطلع ذا سيم نفس الاكشن بوتنشال بس تحس تاتش. لو عملت سيميليشن للرودز والكونز يطلع نفس الكهرباء اكشن بوتنشال بس تحس ضوء. يبقى برغم الوصول نفس الكهرباء للمخ يبقى السنترال نيرفس سيستم قادر على معرفه نوع الاحساس، يسموها الموداليتي اوف سنسيشن ديسبايت ذا ارايفل اوف ذا سيم اكشن بوتنشال. طب ده مش كده وبس، مش كده وبس، لو قرصتك في ايدك قرصه صغيره تقول ده قرصه محتمله، قرصه اقوى تقول دي قرصه غير محتمله، مع ان اللي بيطلع نفس الاكشن بوتنشال قدرت تميز شده الاحساس انتنستي. ده مش كده وبس، اقرصك في ايدك تقول دي قرصه في ايدي، اقرصك في رجلك دي قرصه في رجلي، يبقى قادر تميز اللوكاليتي. فازاي السنترال نيرفس سيستم بيميز هذه الاشياء الثلاث
وطبعا عارف ليه ما قالوش تايب؟ عشان هما حتى العلماء عندهم شيء من الحس الادبي يحبوا السجع. The ability of the central nervous system to recognize, بدل ما كلمة تايب خلوها موداليتي، وهي معناها تايب. مش انت بتدخل المحل تقول له وريني الموديلات، يعني الانواع. وهم يحبوا بالحس الادبي السجع. The ability of the central nervous system to recognize modality, intensity and locality despite، يعني برغم the arrival of the same action potential. يبقى تعريف جميل قوي تبقى عارفه. ما هو السنسي كود؟ ايه الشفرة؟ ايه الكود؟ ايه الشفرة اللي مكتوبة في الاكشن بوتنشال دي؟ اللي برغم ان هو نفس الاكشن بوتنشال، يبقى السنترال نيرفس سيستم قادرا على تمييز اشياء ثلاث. بيميز ايه؟ بيميز الموداليتي والانتنستي واللوكاليتي. يبقى ده تبقى حافظ ديفينيشن كويس في الشافوي. It is the ability of the central nervous system to recognize. يلا الإلقاء فاد، اقف. To recognize ايه؟ قولهم بقى الساجع ورا بعض. Modality, intensity and locality despite the arrival of the same action potential. يبقى الطالب ذكي هنا ينقسم السؤال إلى أجزاء ثلاث. كيف نميز الموداليتي؟ وكيف نميز الانتنستي؟ وكيف نميز اللوكاليتي؟ ازاي بنميزهم؟ نمسك واحدة واحدة. الموداليتي في كلمة بنميزها بالسبيسيفستي، بالتخصص. ابسوليوت سبيسيفستي. وناخدها من الاول، ان ربنا خلى كل ريسبتور عنده اديكوت ستيمولس، يعني بيتأثر بمؤثر اكثر من غيره. بس خد بالك اللي جاي بقى هي المهمة. ولكن ايا كان المؤثر، ضوء، ضربك، لكمة للعين، فتملي بيدي نفس الاحساس اللي هو المولرز لو. each receptor gives rise to one specific sensation irrespective of the method of stimulation. بعين labeled blind principle. labeled يعني عارف الليبل، لما بروح اشتري جاكيت ولا اشتري قميص بيبقى عليه ليبل كده مكتوب عليه السعر والمقاس والحاجات دي. فكل يعني ايه ليبل لاين برينسيبل؟ يعني كل باثوي مخصص في احساس واحد بس. يبقى الاستيمولس فيه تخصص، الريسبتور منتهى التخصص مطلق، يدي احساس واحد، وكل لاين تخصص مطلق يمشي احساس واحد. يبقى بنميز الموداليتي بالتخصص. طالب قال دي فهمنا اكتر. انا عندي حدس ان فين الطالب بيبقى فاهم 100% وفين فاهم 50%. عاوز تفهم 100%؟ سامع بتقول لي اه. تعال ناخد اكزامبل عكسي. افرض الريسبتور ده بيدي احساسين، اهو الريسبتور ده الفري نيرف اندينجز بيدي احساسين، ممكن يدي احساس بين وممكن يدي احساس بريشر. فكر فيها. وفي نفس الوقت بيطلع نفس الاكشن بوتنشال، يبقى هو بيقدر يحس حاجتين برغم انه بيطلع نفس الاكشن بوتنشال. فكر لو انت مكان السنترال نيرفس سيستم ومع البين جالك اكشن بوتنشال، ونفس الريسبتور بيستجيب للبريشر، مع البريشر جالك نفس الاكشن بوتنشال. امتى تميز دي بين وامتى تميز دي بريشر؟ اقول لك حاجه، لا يوجد قوه على وجه الارض يمكنها حل هذه المشكله. لو كان الريسبتور ممكن يستقبل احساسين وبيبعت في الحالتين نفس الاكشن بوتنشال، لا يمكن للمخ مهما كان يميزها. فكان الحل لهذه المشكله ان لا تقوم المشكله من الاصل. المشكله لا تقوم من الاصل، ان الريسبتور الواحد يعطي احساسا واحدا، يمشي في باثوي، الباثوي الواحد ينقل احساسا واحدا. فما توصل الكهرباء لهذه الخليه هي ما بتستقبلش غير احساس واحد من ريسبتور واحد ثرو باثوي واحد، فتقول هذا الاحساس من ذاك اللاين من ذاك ريسبتور. كان حل المشكله بان لا تقوم المشكله، بمنتهى التخصص ان هذا اللاين ريسبتور باثوي سنتر
مخصص في احساس واحد، فاي كهرباء تلعب هنا تدي له نفس الاحساس سبيسيفيتي. فاي كهرباء توصل هقولها بتعبيرنا العربي، اي كهرباء توصل تقول هذا الاحساس من ذاك الريسبتور. الريسبتور ما بيديش غير احساس واحد، ادام وصلني منه كهرباء وهو ما بيديش غير احساس واحد يبقى 100% هو هذا الاحساس. لكن لو كان الريسبتور هيدي احساسين مفيش مولرز وما تتحلش، هيعرفها ازاي؟ فكر. لكن لما يوصلها كهرباء تقول هذا الاحساس من ذاك الريسبتور، هذا الشبر من ذاك الاسد، يبقى ما كانش في حل للموداليتي غير بالسبيسيفيتي، ان كل باثوي من اوله الى اخره ما يشيلش غير احساس واحد. فاي كهربا تمشي في هذا الباثوي تتفسر هذا الاحساس الواحد، مفيش لخبطه. لكن لو شال احساسين لا يوجد قوه في الدنيا تقدر تحل المشكلة دي. فربنا حل المشكلة بأن لا تقوم المشكلة أساسا. الموداليتي بالتخصص، منتهى التخصص. الريسبتور الواحد يعطي إحساس واحد، يتنقل على باثوي واحد يروح للخلية واحدة. الخط ده كله، الخط ده كله بتاع إحساس واحد. أي كهربا تلعب في الخط ده يبقى هو الإحساس ده. ده إزاي بنميز الموداليتي بالسبيسيفيتي. خدها من تحت بقى بطريقة حلوة في الحفظ. من أول الاستيمولس اللي هو قلنا ده الوحيد اللي مش تخصص مطلق، بس انتهت بتخصصات مطلقة. adequate stimulus مولرز لودة تخصص مطلق، ثم الليبل line principle ان كل line بيشيل احساس واحد، عليه ليبل عليه علامة بيقول الباثوي ده بتاع البيم فقط، ليبل line principle. نيجي الانتنستي، ازاي بنميز الانتنستي؟ احنا قلنا قاعدة صغيرة، the stronger the stimulus the more will be the intensity of sensation، وهي تبدو منطقية. لما أدي مؤثر، لما أعطي مؤثرا أقوى ينتهي عندي بإحساس أقوى، مؤثر أقوى يعطي إحساس أقوى. إزاي بقى؟ دي سهلة جدا، دي أسهل واحدة في شرحها برغم أنها أطولهم. المؤثر الأقوى هتسمعني كويس قوي، بيزود عدد الريسبتور الاستيميليتد، ده مش كده وبس، عدد الريسبتور الاكتيفيتد، وبيزود عدد الاكشن بوتنشلز الصادره من نفس الريسبتور والاكشن بوتنشال فريكوانسي. يبقى السترونجر ستيمولس بيزود حاجتين، عدد الريسبتور وعدد الاكشن بوتنشلز. انا بحب اقولها بطريقه جميله، الكمال لله وحده. انا لو عاوز ازود الانتاج الزراعي في بلد معينه ازود، ما في لا يوجد غير طريقتين، ازود عدد الفدادين المزروعه، ده نسميه توسع افقي، وازود عدد مرات الزراعه في السنه، يعني بدل ما ازرع الفدان مره واحده في السنه ازرعه مرتين ازرعه ثلاث مرات، ده يسموه توسع راسي. يبقى في الدنيا الزياده بطريقتين، يا توسع افقي تزود الفدادين المنزرعه، يا اما الفدان يدي اكتر، يعني بدل ما يدي زرعة واحدة يدي اثنين يدي تلاتة في السنة، يبقى توسع رأسي. طب ما نفس الكلام عمله ربنا سبحان الله، وعشان بقى فيسيولوجي بقى صعب، ان ربنا لما بدي ستيمولس اقوى ازاي بيجيني احساس اقوى؟ بيزود حاجتين، الريسبتور الاستيميليتد يبقى ده توسع افقي، الريسبتور اللي بتشتغل، وكل ريسبتور هيطلع عدد اكتر من الاكشن بوتنشال، ده التوسع الرأسي الفريكونسي باكشن بوتنشال. شوف جميلة ازاي. يبقى ذا سترونجر ذا ستيمولس ذا مور ويل بي حاجتين، الريسبتورز توسع افقي، والفريكوانسي اكشن بوتنشلز توسع راسي. طيب زياده قلنا في الاكشن بوتنشال تعودنا في قواعد، اكشن بوتنشال يعني فريكوانسي، الفريكوانسي دي بتزيد تبعا لايه بقى؟ لقانونين. اول قانون اسمه فيبر فيشنر لو، عملهم الماني، فيبر ده قلتها فيبر دبليو في تبقى الماني، زي المفروض العربيه اسمها بي بي ام V مش بي ام دبليو، فولكس فاجن، فبتتنطق فيبر فيشنر. دي نستخدمها لو ان الاستيمولس اوف هاي انتنسيتي، زي مين؟ زي في الهيرنج. في الهيرنج ممكن الصوت يعلى من صوت جاست اودبل يا دوبك مسموع جاست اودبل لصوت عالي جدا مش عاوز اصرخ واعمل فضيحه، بيزيد ملايين المرات.
عشان اسمع الصوت اللي هو قوي اللي زاد ملايين المرات اقوى كان مفروض عدد الاكشن بوتنشال يزيدوا ملايين المرات. مش انت بتقول هتدي ستيمولس اقوى يبقى يطلع اكشن يعني يطلع عدد اكبر من الاكشن بوتنشال، المفروض عدد الاكشن بوتنشال يزيدوا ملايين المرات. وقلنا هذا لا يجوز. ليه؟ لان بدون ما حدش هيسالك في التفصيلات دي في حاجه اسمها ابسولوت ريفاكتوري بيريود، فتره عدم استجابه في احسن عصب الابسولوت ريفاكتوري بيريود 2 ملي سكندز. معلش الكلام ده، يبقى لازم ادي ستيمولس واستنى 2 ملي سكند قبل ما ادي الاستيمولس الثاني عشان يطلع سكند اكشن بوتنشال. يعني ادي يطلع اكشن بوتنشال ولازم استنى 2 ملي سكند قبل ما اطلع اكشن بوتنشال. لو استعجلت هيقع في الابسولوت ريفاكتوري بيريود مش هيطلع. يبقى عليه معلكش برضو الكلام ده، لو الثانيه فيها 1000 ملي سكند ما اقدرش اطلع اكشن بوتنشال غير كل ثانيتين 2 ملي سكند، اسف 2 ملي سكند، لان مده الابسولوت ريفاكتوري بيريود 2 ملي سكند. يبقى احسب معايا 1000 ملي سكند وما اقدرش اطلع غير كل اثنين، طريق طوله 1000 وعاوز ازرع شجر كل مترين يبقى اقدر اطلع كام؟ 500. ادي اقصى عدد من الاكشن بوتنشال ممكن يطلع في احسن عصر. فهمت فين المشكله؟ ان في حاجه اسمها ابسولوت ريفاكتوري بيريود، اقصر ابسولوت ريفاكتوري بيريود 2 ملي سكند. يبقى في الثانيه لازم تدي وتستنى 2 ملي سكند، تدي وتستنى 2 ملي سكند. يبقى في الثانيه اللي هي 1000 ملي سكند تقدر تدي كام؟ 500 بس. طيب واحنا قلنا الاستيمولس بيزيد ملايين المرات، يبقى في مشكله. الاستيمولس بيزيد ملايين المرات، الاكشن بوتنشال ما اقدرش ازودها اكتر من 500. فربنا حلها حل رائع. اكتشف هذا الحل فيبر وفيشنر. ايه الحل بقى؟ ان ربنا قال خلاص كل مره هنزود الاستيمولس هيزيد عدد الاكشن بوتنشلز عشان تحس اقوى، بس مش لازم تبقى زياده متوازيه. مش لازم لما قوه الاستيمولس تزيد مليون مره نزود الاكشن بوتنشل 300 مره، نزودها ثلاث مرات بس. ازاي؟ ان عدد الاكشن بوتنشال ما يتناسبش مع الاستيمولس، انما يتناسب مع اللوج انتنسيتي اوف ذا ستيمولس. ده واحد من اهم القوانين. يبقى الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشالز دايركتلي بروبورشنال تو ذا لوج انتنسيتي اوف ذا ستيمولس. الفريكوانسي دايركتلي بروبورشنال تو ذا لوج انتنسيتي اوف ستيمولس. تعال نشوف، هشرح لوغاريتمات يا اولاد، ما عليكوش برضه بس خليني اشرح شويه. ما هو اللوغاريتم؟ لما اقول لوغاريتم 1000، خلاص لوغاريتم 1000، الكلمه دي غلط، المفروض اقول لوغاريتم 1000 تو ذا بيس 10. بس لما ما اقولش القاعده البيز يبقى نفترضها انها 10. يبقى ما هو اللوغاريتم؟ اهي هوريها لك، يكتب انا اهي. ما هو اللوج؟ لما اقول لوغاريتم 1000 بكام؟ لوغاريتم 1000 يعني شايف الاحمر ده؟ لوغاريتم 1000 تو ذا بيس 10 يعني 10 اضربها في روحها كم مره عشان تبقى 1000؟ اضربها 3 مرات، فنقول لوغاريتم 1000 ب 3. طيب ولوغاريتم مليون اهي، مليون مليون اهي، اضرب ال 10 في روحها كم مره عشان تبقى مليون؟ 6 مرات. خلاص؟ يبقى ما هو اللوج؟ بدل الصياده دلوقتي، اللوج هو الباور اللي هي بالاحمر اللي يرفع اليها البيز اللي هو 10 للحصول على عدد اللي هو 1000. يبقى اهي تعالى اهي نقولها لك. يبقى ما هو اللوج؟ اللوج هو الباور اللي ارفع ليه البيز للحصول على الرقم. طيب لما اقول لك لوغاريتم 1000 واسكت، احنا اتفق في الرياضه نعتبر البيز 10. يعني بقول لك لوغاريتم 1000 بكام؟ انت تكمل في ذهنك لوغاريتم 1000 تو ذا بيس 10. لو ما قلتش البيز لازم اعتبرها 10. لوغاريتم 1000 واسكت. يبقى انت تقول لوغاريتم 1000 تو ذا بيس 10 يعني اضرب ال 10 دي في روحها كم مره عشان تبقى 1000؟ 3 مرات. وعليه تبقى لوغاريتم 1000 ب 3. طب لوغاريتم مليون واسكت اهي ما قلتش البيز، يبقى انت اعتبرها 10. 10 تضرب في روحها كم مره عشان احصل على مليون؟ 6 مرات. بقولها بطريقه سهله في الام اس كيو. يبقى اللوج، اللوج ادام تو ذا بيس 10 يبقى دائما ابدا هو عدد الاصفار. 1000 فيها كام صفر؟
3 يبقى لوغاريتم الف لبيس 10 3 مليون فيها كم صفر 6 اصفار يبقى 6 يبقى ما يجيب لك مساله في الام اس كيو ويقول لك زاد الانتنسيتي اوف ذا ستيمولس 1000 مره عدد الاكشن بوتنشال هيزيد قد ايه هيزيد لوغاريتم الالف تو ذا بيس 10 يزيد 3 مرات بس طب حل بقى المساله اللي بعدها لو قال لك الاستيمولس زاد 100000 مره عدد الاكشن بوتنشال هيزيد كم مره 10 تضرب في روحها كم مره عشان تدي 100000 خمس مرات مليون كم مره 6 مرات شوف الروعه في الخلق الالهي يبقى زاد الاستيمولس زاد الاكشن بوتنشال وعشان كده قادر احس اقوى بس زياده مضغوطه هو ده اللي قلناه كومبريشن فانكشن ريسبتور يعني الريسبتور لقى الاستيمولس زاد مليون مره بس هو عارف ان على الناحيه الثانيه العصب ما يقدرش يبعت مليون اكشن بوتنشال فلما زاد مليون زودوا لستة بس ايه علاقة ستة بمليون ستة هي لوغاريتم مليون تو ذا بيس 10 او ببساطة هي لوغاريتم مليون ده الفيبر فيشنر له واحد من اهم القوانين في الطب يبقى ما هو الفيبر فيشنر الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشالز is directly proportional to the log intensity of the stimulus مش المنطق كان يقول الفريكوانسي تتناسب مع الاستيمولس دايركتلي بوش لا ما ينفعش لان الاستيمولس ممكن يزيد مليون مره وما اقدرش ازود عدد الاكشن بوتنشال مليون مره فربنا خلاها واللي اكتشف ده فيبر وفيشنر الفريكوانسي اوف اكشن بوتنشالز از دايركتلي بروبورشنال تو ذا لوج انتنسيتي اوف ذا ستيمولس وانت هتحلها ازاي بقى في الام اس كيو انسى الشرح اللي قلته ان لوغاريتم 1000 المفروض نقولها لوغاريتم 1000 تو ذا بيس 10 ما هو اللوغاريتم هو الباور اللي يرفع ليه البيس 10 للحصول على 1000 10 تنضرب في كم مره عشان تبقى 1000 3 انت ابسط طريقه شوف في الام اس كيو قال لك الاستيمولس زاد 1000 مره عد فيها كم صفر ال1000 3 يبقى عدد الاكشن بوتنشال هيزيد 3 زاد 10000 مره في 4 اصفار يبقى عدد الاكشن بوتنشال هيزيد 4 مليون مره فيها 6 اصفار يبقى زاد 6 مرات اي هوب ام كلير اند ام اولويز كلير وده اللي ما كتبوش الزملاء اللي هو الكمبريشن فانكشن ريسبتور واحده من اهم الوظائف ان الريسبتور في قوه عاقله من الخالق سبحان الله بيبص الاستيمولس زاد مليون مره على يمينه خلاص الاستيمولس زاد مليون مره بس العصب ما يقدرش يدي غير عدد محدود يبقى لما يزيد ده لازم يزيد ده ليه تبقى زياده متوازيه تبقى زياده مضغوطه ده يزيد مليون مره هنزود ده بس نزوده 6 مرات كومبريشن فانكشن مليون ضغطهم في 6 عشان ده يزيد مليون مره والاكشن بوتنشال ما يقدرش يزيده مليون مره العصب ما يقدرش يعمل كده في ابسولوت افكتيف بيرو فزودها 6 بس مين اللي اكتشف الكلام ده اللي عمله قوه عاقله سبحان الله نسميها الله اللي اكتشفه بيبر فيشنر ان عدد الاكشن بوتنشالز يتناسب مع اللوج انتنسيتي اوف ذا ستيمولس طيب ده لو كان الستيمولس of very high intensity في الاستيمولاي العاديه بقى اللي مش very high intensity بنطبق قانون سهل اسمه ستيفن باور ان 100% السنسيشن فيلت ان ذا ريسبتور لازم يبقى دايركتلي بروبورشن تو ذا ستيمولس باللون الاحمر طب لو قلت تساوي يبقى في كونستنت في عندي اتنين كونستنت اللي هما الكي والاي يختلفا من احساس ومؤثر الى اخر ده اسمه ستيفن باور برينسيبلز وده يستخدم في كل المؤثرات لكن لو كان المؤثر اوف فيري هاي انتنسيتي الزياده رهيبه في قوه الاستيمولس لا يمكن ان يعادلها زياده ممثله في عدد الاكشن بوتنشلز بسبب الابسولوت افكتيف بيريود يبقى لازم نضغط الزياده في الاستيمولس في زياده مقبوله في الفريكوانسي بان نخلي التناسب مش مع الانتنسيتي مع اللوج اللي هو الفيبر فيشنر لكن في اي مؤثر اخر مش اوف هاي انتنسيتي عم اسالك امتى اطبقوا الفيبر فيشنر فقط في الهاي انتنسيتي ستيمولاي لكن في اي ستيمولس اخر نطبق ستيفن باور برينسيبل ان السنسيشن يتناسب مع المؤثر يبقى يساوي 2 كونستانت والمؤثر نيجي اخر حاجه اللوكاليتي ازاي بنميز اللوكاليتي حاجه اسمها بروجكشن هي من عجائب الخلق والخالق هي البروجكشن دي انه each body part represented في area معينه
يعني بص معايا، دي عاوزة شخص عنده خيال قوي جدا انه الالم في ايدي اليمين ده لما بتألم بيطلع اكشن تنشن في ايد اليمين يوصل للمنطقة دي بالظبط كده في الكورتكس الشمال، يبقى يطلع الكهرباء تعدي وتوصل الحتة دي. فلما الكهرباء توصل هنا ما حسش الالم هنا، ارد الاحساس بالخيال لايدي، احس الالم مبعثه ايدي. فكر فيها، برجوت قرصني هنا طلع اكشن بوتنشال وصل للكورتيكال سيل هنا. تخيل لو حسيت الالم هنا اهرش هنا والبرجوت هناك، فربنا خلى لما يوصل الكهرباء هنا يرد الاحساس بالخيال الى موضع ريسبتور. ليه بقول بالخيال؟ افهم، بعض الزملاء كان يقول لك ان الكهرباء ما توصل الكورتكس ترجع تاني لمنطقه الريسبتور. ترجع ازاي؟ ده في اربعه سينابس، وفي اول قانون في السينابس يوني دايركشن فورورد دايركشن، ما فيش حاجه تقدر ترجع تاني. انت الكهرباء وصلت هنا وانت تتخيل احساس من ايدك، خيال رائع، فتتجه لايدك وتشوف ايه اللي تعبها. وعندنا اثبات رهيب، حاجه اسمها الفانتوم ليمب. اشتغلت في فتره في الكانسر انستيتوت في كايرو ايجيبت، فعيان عنده كانسر في ايده ويمكن تحتاج بتر، خلاص مش عاوزين نقول له ما نعرفش هنبترها ولا هنعرف نشيلها بسيفتي مارجن حلو، فبناخد الكونسنت يعني الموافقه بتاعت اهله ان اذا الكانسر ما امكناش نشيله هنشيل الدراع كله، خلاص. دخل عيان احتاجنا نشيل الدراع، خرج هو ما يعرفش ان احنا شلنا ايده، فالراجل دايخ شويه في الورد كده في القاعه، ورحنا له خد بالك الايد مقطوعه هنا خالص، الايد هنا مقطوعه، الفايبر اللي جايه من الايد قطعنا وخيطنا، حصل لها اريتيشن بالخياطه هنا فطلعت اكشن بوتنشال. فنقول له عامل ايه يا حاج؟ ايدي وجعاني قوي يا دكتور، هو مش شايف مغطينه واحد ما لسه دايخ، عامل ايدي وجعاني قوي قوي. خد بالك مفيش ايد خالص، احنا شلنا الدراع بس الفايبر اللي جايه من الايد حصل لها اريتيشن بالخياطه في الاسطمب فطلعت كهرباء هنا. هو معتاد لما الكهرباء تيجي هنا ما بيحسش احساس هنا، بيردها بالخيال لمين؟ لموضع ريسبتور، خلاص. فيقول لك دراعي واجعني يا دكتور، ايدي وجعاني، ايده مش موجوده خالص. فسميناها فانتوم ليمب، فانتوم يعني شبع، فانتوم ليمب تؤكد الموضوع خيال. انا معجب بالاوثر اللي اختار كلمه بروجكشن، لان فكر معايا في البروجيكتور، انا قاعد اهو وبعدين حاطط بروجيكتور هنا وهعرض الصوره ورايا، صح؟ يبقى الصوره بتعرض هناك في حته تانية، بس الحقيقه فين؟ الصوره اهي بس بتعرض في مكان اخر، صح؟ يعني الصوره معروضه في مكان، دي الحقيقه، انا حطيت الصوره هنا بس الناس شايفاها فين؟ شايفاها الحائط. نفس الفكره، ال- 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 الحقيقه هنا، الكهرباء وصلت في الكورتكس بس الاحساس مش هنا، برغم ان الكهرباء انتهت هنا في الكورتكس في السنتر، احساس بيبقى بروجكتد بيعرض في مكان اخر وهو الاليق في مكان بدء الاحساس، عشان لما يقرصني مربوط هنا وتوصل الكهرباء هنا ما هرش هنا، اهرش في المكان الصح. فانا معجب بكلمه بروجكشن، واثبتناها انها خيال، ان لو الدراع مش موجود خالص والعين لسه ما عرفش ان دراعه اتقطع والفايبر اللي جايه من ايده اريتيتد بالخياطه يقول لك ايدي وجعاه وما فيش ايد خالص، فانتوم ليمب، يبقى شيء رائع. يبقى each part each body part بيروح لاريا معينه في الجسم، في السنتر في السيربرال كورتكس. Each body part has a representative area. الإمبلس لما توصل الاريا دي ما بنحسش الإحساس في الاريا في السيربرال كورتكس. السنسيشن is projected، يعرض على الاريا أو ريسبتور. وأثبتناها بظاهرة اسمها إيه بقى؟ فانتوم يعني شبح ليمب، لأن كل حتة في جسمك ممثلة في جزء معين في الكورتكس. Each body part ممثلة،
لما توصل الكهرباء للكورتكس لما الامبلس يوصل للاريا دي اللي في الكورتكس السنسيشن بيبقى بروجكتد تو ذا سايت اوف ريسبتور للمكان اللي فيه ريسبتور مش المكان اللي انتهت فيه الكهرباء عشان تتصرف تصرف صح. والدليل ان لو المكان ده مش موجود خالص ما زال احساس في هذا المكان. واحد يقول لي طب حاجه لينا احنا، طب الراجل اتقطع ايده ده هيقعد طول عمره لما يحصل اريتيشن في الحته دي يقول انا ايدي وجعاني؟ قلت له هو بقى مش الموضوع خيال، هيعدل الخيال بتاعه لما يجيله كهرباء في السنتر هيقول الستامب يعني المكان المقطوع متخيط فيه تعب، هو هيطور خياله هيعدله مش هيسيبه كده. بس الاثبات انه خيال ان في اول دقيقه قبل ما يعرف ان ايده اتقطعت كان بيقول تراعي ايده وجعاني مع ان مفيش ايد خالص، فده اسمه بروجكشن. يبقى تاني بنميز الموداليتي بالايه يا اولاد؟ بالسبيسيفيتي بمنتهى التخصص. زي ما قلت لك اللي فهمني كويس قوي، حل المشكله ان لا تقوم ولا يكون هناك مشكله، ان يبقى الباثوي الواحد من اول الريسبتور الباثوي السنتر مخصص في احساس واحد، انتهى التخصص. فاي كهرباء تلعب هنا يبقى هذا الاحساس من ذاك الريسبتور. لو كان الريسبتور الواحد يعطي احساسين ما كانتش تحل مشكله. طب نعرفها امتى؟ ازاي؟ منتهى التخصص سبيسيفيتي. خد بالك من هنا من اول ستيمولس، بس ده ما كانش منتهى التخصص ادكو ستيمولس، انما من اول الريسبتور بقى الريسبتور الواحد يعطي احساسا واحدا وان اختلف المؤثر. شفناها في قصه توريك النجوم في عز الظهر مولرز لو، ثم ليبل بلايند برينسيبل. كل الباث واي بقى من اول السنتر والباث واي والسنتر مكتوب عليه متعلم ليبل عليه علامه تقول ده بتاع احساس واحد بس اللي هو كذا، اي كهرباء تلعب هنا هتحس كذا. يبقى حل المشكله الا تقوم المشكله بالسبيسيفيتي، وتاخدها تكتب الثلاث نقاط دي ادكوت ستيمولس مولرز لو الليبل بلايند برينسيبل. ازاي الانتنسيتي؟ المؤثر الاقوى يعطي احساس اقوى بحاجتين، زياده افقيه اللي هي ريسبتور اكتيفيتد، وزياده توسع راسي نزود عدد الاكشن بوتنشلز. تبع لكام قانون؟ لقانونين تكتبه. لو كان الستيمولس اوف هاي انتنسيتي يعني ممكن يزيد ملايين مرات، ما اقدرش ازود عدد الاكشن بوتنشال ملايين مرات، نزوده بس مش ملايين مرات، نضغط الزياده دي. التناسب ما يبقاش مع الانتنسيتي اوف ذا ستيمولس، انما فين الكلمه المهمه؟ لوج انتنسيتي ستيمولس، لان ده يضغط الالف في ثلاثه والمليون في سته، عشان كده سميناها كومبريشن فانكشن ريسبتور. يستخدمها اساسا لما يبقى الستيمولاي اوف هاي انتنسيتي، والقانون اسمه فيبر فيشر. انما في اي ستيمولاي اخرى مش اوف هاي انتنسيتي نطبق المعادله العاديه ان الاحساس يتناسب مع الستيمولس يزيد الاحساس يزيد. طب لو قلت يساوي يبقى عاوز كونستنت اسمها ستيفن بار برينسيبل. ثم اللوكاليتي البروجكشن، خيال رائع، كل جزء في جسمك ممثل في حته في الكورتكس. ايتش بودي بارت has a representative area in the cortex. لو impulse وصلت الاريا دي الاحساس ما تحسوش في الاريا بتاعت الكورتكس، ترده بالخيال تعمل له projection تعرضه في مكانه الاصلي حتى لو المكان ده مش موجود زي في حالة الفانتوم ليم. يبقى الموداليتي بالسبيسيفيتي بمنتهى التخصص، الانتنسيتي بالتوسع الافقي ريسبتور، والراسي الفريكوانسي اكشن بوتنشال تبع للقانونين، واللوكاليتي بالبروجكشن. يبقى الموداليتي بالسبيسيفيتي ابسوليوت سبيسيفيتي، والانتنسيتي بالتوسع الافقي ريسبتورز، والراسي الفريكوانسي اكشن بوتنشال، واللوكاليتي بالبروجكشنز. يبقى نوت صغار عاوز اقولها، ان النير فايبرز يا اولاد بتقسم بطريقتين، بنقسمها حسب الدايمتر وحسب الفيلوسيتي. فممكن نقسمها التقسيمه اللي خدناها في سنه اولى
اللي هي فايبرز A و B و C. وحتى قلت لكم كانت حفظتكم الدايمتر طبعا بتاع A بيبقى thick myelinated زي السوماتيك، والبي thin myelinated زي البري جانجليونيك اوتونوميك، والسي زي البوست جانجليونيك اوتونوميك. وفاكر السرعات كنت اديها لكم بطريقه سهله 110 واحد. الاي اللي هي بترجع تنقسم من الفا وبيتا وجاما ودلتا والكلام ده، السرعه في المتوسط 100 متر في الثانيه، هي من 70 ل 120. ده الانجليش سيستم اللي هو تعبان، خليك في الامريكان سيستم 100. البي من 5 ل 15 متر، خليك في 10. السي من نص ل 2 متر في الثانيه، خليك في 1. يبقى السي 1، البي 10، الاي 100 متر في الثانيه. احسن مثال للاي اللي هو السوماتيك، البي احسن مثال البري جانجليونيك اوتونوميك، السي بوست جانجليونيك اوتونوميك. في تقسيمه ثانيه هنشوفها بقى المره دي في الموتور سيستم، ممكن اقسم الفايبرز ل 1 و 2 و 3 وهكذا، يعني ممكن اقسمها اي بي سي، ممكن اقسمها 1 2 ونمشي هكذا. يبقى في تقسيمتين حسب الدايمتر او حسب الفيلوسيتي. تبقى بس عارف المعلومه دي انه يوجد تقسيمه تان للنيرف فايبرز اكوردنج تو ذا فيلوسيتي اكوردنج تو ذا دايمتر، تقسيمه بالحروف الابجديه وتقسيمه بالارقام. وما تنساش السرعات في A و B و C 1 10 100. بشكركم لحسن انصاتكم وعلى انكم اديتوني وقتكم، واللي هو يعني ارجو ان انا اكون افدتكم في الوقت اللي اديتوني ده واشكركم عليه. ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله، ونلتقي باذن الله اذا كان في العمر بقيه وصحه يوم الخميس. احنا قلنا موعدنا هتبقى دلوقتي يعني في كده ريجولار سبيسنج، ثلاث وخميس وسبت. السبت سبيشال سنس، والخميس هيبقى باذن الله اندوكراين، والثلاثه هو بيبقى سي ان اس. وبليز مش عاوز بقى حد يقعد يتصل بيا يقول لي الايام بتاعتنا مش بعتقد، قلتها واضحه اهو. ثلاث خميس سبت، ثلاث اللي هو النهارده خدنا سي ان اس، خميس باذن الله ناخد اندوكراين، سبت ناخد سبيشال سنس. ولم يبقى زي ما قلت الا الدعاء والتوفيق، وفقكم الله، ونلقاكم على خير باذن الله اذا كان في العمر بقيه وفي الصحه بقيه. شكرا.